بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. ولأنه الأهلي إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 679 جاية في توقيت مهم جدا. لكن قبل ما أشوف فلسفة المهندس عادل إيه، خلينا أقول لكم أبرز ما فيها من عناوين مقالي ومقاله. يا أهلي احترى عدوك فيك. الغربال أحلام في رأس الرجاء الصالح. بعضمة لسانه التنمر والتقاءات الخمسة. الشموع الحمراء دكتور محمود بجنيد. أسرار الملك فيليكس الصفقة الذهبية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى، لكن خلونا نشوف استهلالية المهندس عدلي. ولأنه الأهلي إيه؟ ولأنه الأهلي يحدث ما يحدث، يكثر العشم من جماهيره وأعضائه أحيانا إلى حدود بتبقى ما هياش الواقع يعني. إنما العشم في الأهلي أنه قاهر للمستحيل. ولأنه الأهلي يصدر عنه وعن مجلس إدارته ومن أعضائه وجماهيره كل ما يستحق هذا العشم. ولأنه الأهلي يصدر من منافسيه، ومش هقول من أعدائه، ها؟ لكن أحياناً تصل المنافسة إلى حد هذا ما نراه من مظاهر عدائية للنادي الأهلي وافتراءات فاقت الحدود واحتاجت الردود. فاقت الحدود واحتاجت الردود، ده كلام مهم جدا الحقيقة. لكن خلينا قبل ما ندخل بإسهاب في مضمون الحلقة ننعي إلى جماهير الفن العربي والفن المصري وكل محب البهجة والسعادة وفن الكوميديا رحيل الفنان الكبير سمير غانم. يا باشمهندس رحل اليوم بعد معاناة مع مرض كورونا، شفى الله زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وتغمد الفنان الكبير سمير غانم بواسع رحمته. شوف، الأعمار بيد الله ونعم بالله، وتعددت الأسباب والموت واحد. ولكن لعن الله الكورونا حرمتنا من كثيرا ممن نحبهم، ومنهم الفنان الكبير سمير غانم، وقبليها مدام رجاء، وربنا يسر على الباقي. ايوه رجاء الجداوي. يعني ال 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 الكورونا دي المفروض تحطنا امام حاله من الشفافيه والنقاء الروحي في علاقتنا ببعض، وعلاقتنا بمجتمعنا، وعلاقتنا بالصح والغلط، وعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. أنا فعال لما يريد، أنت ما أنتش عارف إيه اللي يقهرك أيها الجبار، الإنسان الجبار. صحيح. أنت بتحارب مجهول. فيعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك، يعني أنت لما تقرأ حتى في الآيات، يعني لما أنزل سخطه وغضبه على الكفار والمشركين وأعداء الإيمان والإسلام، وأسباب كثيرة. منها الأعاصير، ومنها الجراد والقمل، ومنها الطوفان، ومنها ومنها، ولكن كلها أسباب. النهاردة كل ده بيتلخص في بوتقة فيروس تافه ضعيف بيقولك ما يقدرش يعيش إلا مدة محددة، ولكنه قادر على إنهاء الحياة على الكرة الأرضية. ولكنه بيديلك بقى إيه؟ طريقة أنك أنت تحمي نفسك وتقاوم نفسك وتتعظ. فأول ما هنحمي نفسنا مش هنتعظ. للأسف الشديد احنا بنغتر جدا، ويعني ما هو العلم منحة من الله سبحانه وتعالى. ألف رحمة ونور على الفنان الكبير سمير غانم، وربنا يحفظكم جميعا من كل سوء إن شاء الله، ويشفي كل مرضانا يا رب، اللهم أمين، ويحفظ أهالينا بإذن الله. طيب، قال المهندس عدلي استهلاليته لأنه الأهلي، لكن خلونا مع بعض نلعب ضربة البداية كما تعودنا دائما.
مقالي ومقال. يا أهلي احتار عدوك فيك. الحقيقة فعلا احتار أي منافس مع النادي الأهلي، لأن كل حاجة تلصق بالنادي الأهلي تبصوا تلاقوا الأحداث بترد عليها والمنطق بيفندها سريعا. كلام كتير اتقال الفترة اللي فاتت، هقول لك بعض الحاجات البسيطة اللي دايما وابدا يتم الزج بالنادي الاهلي فيها، وهتشوفوا حلقه النهارده في جزء كبير كتير منها على فكره العداله. احنا نقدر ننافس واحنا ممكن ناخد بس كل البطولات، بس عايزين جزء من العدل، وكان العدل في الكره المصريه والرياضه المصريه ضايع خالص. هو إلى ضايع درجة، هو ضايع الى حدود، ولكن لو طبق العدل. انا قلت ايه الحلقه الماضيه، انا عايز كل جماهير مصر وتحديدا الجماهير التي تتنافس مع الاهلي تتابع هذه الحلقه وتكون الراي اللي هي عايزاه. مش هنفرض راينا على حد، بس هنفند لكم عشان تشوفوا مين المظلوم ومين الذي يستحق ان تطبق معايير العداله عليه، ولو طبقت معايير العداله كنا وصلنا ايه. فيتقال يا جماعه احدهم يعني، هل معقوله في اخر 16 سنه ناخد الدوري مره واحده والباقي كله الاهلي ياخده؟ هل ده منطق؟ هل ده عقل؟ هل في عدل؟ فاسمع، انا 16 سنه 16 سنه فارجع بالذاكره شويه. هو راس الحكم في الرياضه مين؟ اللي بيده القرار دايما وزير الشباب والرياضه، اللي هو لو الاتحاد اي اتحاد او اي نادي حاد عن جده الصواب يقدر يردعه، هو دي مسؤوليته ودي حقوقه. فالاقي 16 سنه الاخيره مع الدوري المصري، بص بقى، وزراء الشباب والرياضه اللي اداروا الرياضه في مصر في ال 16 سنه يا سيدي اللي تم ارتضائها مده للحكم، كانت المجلس القومي للرياضه، وزاره الشباب والرياضه، المجلس الاعلى للشباب والرياضه، ايا كانت المسميات. فالاقي المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضه هو الهد. مهندس حسن صقر لاعب كره اليد بنادي الزمالك، كابتن نادي الزمالك في كره اليد، جه للوزاره وكان مرشح الدوره اللي قبلها نائب لرئيس نادي الزمالك، يعني الراجل زملكاويته لا غبار عليها على الاطلاق. تراس المهندس حسن صقر وزاره الشباب والرياضه من 2005 ل 2011. 6 سنين المهندس حسن صقر وزيرا للشباب والرياضه. الاهلي خد كام دوري في خلال مده المهندس حسن صقر؟ انتوا بتتكلموا من 2005 ل 2011. الاقي بعديها الاستاذ بس العمل. ما نوقف هنا. ايه الظلم اللي اتظلمه الزمالك في السنوات دي؟ ايه الظلم؟ ولا اي حاجه، هي الجداره ثم الجداره ثم الجداره ثم الجداره للنادي الاهلي. الاقي 6 بطولات دوري للمهندس حسن صقر، الاهلي بياخد دوري الممتاز 6 مرات في فتره المهندس حسن صقر ابن وكابتن ونائب رئيس نادي الزمالك. مش عايزين نعدد آلة الحكم وقتها وعلاقتها، خلينا في رأس الحكم الرياضي. الاقي 2 من النادي الاهلي قادوا الوزاره، فيقول لك ايوه، ما ده الكابتن طاهر ابو زيد والاستاذ العمري فاروق، ادي 2 من النادي الاهلي. بس تعرفوا انه في فتره الاثنين الدوري اتلغى؟ الاهلي ما خدوش. يعني حتى 16 الاثنين الوحيدين من النادي الاهلي في الحقبه دي الدوري لم يكتمل في عهدهم، وواحد منهم كان جاي يصفي حساباته مع المجلس، الاستاذ العمري فاروق وزير للشباب والرياضه من 2 اغسطس 2012 حتى 2 يوليو 2013. ده قعد سنه وده قعد سنه. والكابتن طاهر ابو زيد من يوليو 2013 ليناير 2014، والاثنين ما لهمش في الاهلي دوري خالص، الدوري لم يكتمل في المرتين. الاقي المهندس خالد عبد العزيز، لما نقف هنا بس عشان كل مرحله نقيمها. ايوه، حد يقول لي بقى مظهر التحيز للنادي الاهلي من اول الوزير عمرو فاروق للكابتن طاهر ابو زيد. هتجد ان بالعكس، في فتره الكابتن طاهر ابو زيد كان هناك تحامل، لم يحصل الاهلي على اموال، تم محاوله حل مجلس ادارته دونما اسباب. اللي الناس عماله تقول لك ما هو لما جه، لان ما كانش عنده اسباب. أيوة. وكان عارف ان الدستور اتغير ومش من حقه يحل،
مش من حقه يحل مجالس الادارات. فلحق قبل الدستور ما يطلع بساعات انه ياخد قرار اتلغى في ساعتها، لانه اتقال له ما تعملش حاجه لحد الدستور ما يطلع. المهندس خالد عبد العزيز راجل معروف جدا انه زملكاوي، وبالمناسبه كتير من الترشيحات ترشحه حاليا انه يتقدم لانتخابات نادي الزمالك، عضو في نادي الزمالك وزملكاويته. لا، قياده زملكاويه كبيره طبعا. ومع هذا في عصره وهو بيتولى وزاره الشباب والرياضه من 2014 ل 2018 الاهلي خد 4 دوري والزمالك خد 1 دوري. 4-1 في عهد المهندس خالد العزيز. بقول لكم في قيادي سابق زي المهندس حسن صار، وقيادي لاحق زي الدكتور او المهندس خالد عبد العزيز، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحالي جه للوزاره لحظه صدور الحكم، لحظه صدور قرار تكليفه بوزاره الشباب والرياضه، كان مدير العلاقات العامه في نادي الزمالك وقيادي زملكاوي كبير، تولى الوزاره من يونيو 2018 وما زال موجود حتى اليوم. في عصره النادي الاهلي خد 2 دوري. فلما يتقال لك 16 سنه والاهلي بياخد الدوري، طب ما تيجي نتكلم بقى انت لو تحققت العداله. الدوري اللي راح من الاهلي يروح؟ لا، حتى الدوري الوحيد عايزين نناقشه لوحده مره. عشان بس الناس تشوف العداله. لا في هتلاقوا جزء خاص جدا عن هذا الموسم اللي ضاع فيه الدوري من الاهلي، ضاع ليه؟ لكن انا بقول لكم 6 للاهلي دوري في عصر المهندس حسن صقر، 4 في عصر المهندس خالد عبد العزيز، 2 في عصر الدكتور اشرف صبحي، والزمالك مره. ولما 2 اهلاويه تولوا الوزاره الدوري ما اكتملش. فين غياب العداله؟ فين الانحياز للنادي الاهلي؟ ما بقول لكم يا اهلي احتار عدوك فيك. ده ما حدش عايز ياخد باله ان اخر 2 للدوري اللي سلم الدرع للنادي الاهلي. انا بس عايز اقول ايه؟ عمرو الجنايني اكبر زملكاوي على وجه الارض. كل الناس اللي بتتفرج علينا اهلاويه زملكاويه منافسين يناقشوا اللي قلناه ده. يفكروا فيه ويناقشوه. بالظبط. احنا يا جماعه مش بنقول راينا، احنا بنجيب لكم حقائق. عشان بس اللي اصل خلي بالك المشكله ان الراي بيقود صاحبه الى وجهه نظره الشخصيه. ايوه. بس عليه ان يدلل عليها. وان يثبتها. ايوه. لكن الحقيقه لما بتطلعها من الاوراق والارقام دي مش وجهات نظر، دي حقائق وارقام واوراق. أيوة. يترد عليها بايه بقى؟ مش بوجهات نظر. اللي عايز يرد بوجهات نظر هيهابر وهيقعد يقول لك برضه لو، اصل لو، اصل ما مش هتخلص. ايوه. انما هنحترم اي واحد يرد علينا بالحقائق والارقام. بالظبط. بس زي لما يتقال يا ريت الاهلي وجمهوره يكونوا مبسوطين من اللي بيجرى في الزمالك. الاهلي لا يتمنى للزمالك وكل الانديه الشقيقه الا كل استقرار. ده بالتاكيد، لانه في النهايه لصالح مستوى المنافسه. الاهلي بياخد بطوله والزمالك في افضل حالاته. ده اللي يسعد النادي الاهلي، وده اللي يرفع مستواه، وده اللي يخليه دايما وابدا متحفز. عمر الاهلي ما كان يتمنى للزمالك او لكل الانديه المنافسه الشقيقه الا كل الخير. هو النهارده هو هل الاهلي مسؤول عما يجري في الزمالك؟ لا، يعني انت تعال نشوف اخر ما تردد من اشاعات ان اللجنه يعني قدمت استقالتها وهتيجي لجنه جديده. ايوه. انت يعني اجهدت نفسك عشان تبقى راجل مهني. توصلت لايه واسباب هذه الاشاعه او اللي لحد دلوقتي هي ما صدرش حاجه. لكن اذا حدثت، حدثت ليه؟ مش لان تم عدم الاعتداد بلائحه نادي الزمالك واصبح من الضروري. ما ترجع خطوتين لورا عشان نشوف ايه مسؤوليه. طب ما تقول هو تم حل مجلس اداره الزمالك او تجميد المجلس؟ هو ما حلوش. تجميد وضعه ليه؟ ارتكاب مخالفات. اتقال بايه بقى؟ طب ما اللجنه اللي راحت للتفتيش ازاي لقت في الزمالك وما لقتش واتسكت على بقيه الانديه والتلقيح على الاهلي؟ الاهلي طلعت شهادات رسمية تؤكد سلامة موقفه المالي والإداري. ما هو مش عشان أنت عندك مشكلة يبقى لازم أنا تبقى عندي مشكلة عشان تبقى كده في عدالة. لا، أنت لازم عشان يشوفوا عندك مشكلة ولا لا ممكن تقول ما تشوفه عند الأهلي. فلما يشوفوا عند الأهلي ما لقوش مشكلة تقول اشمعنى؟ التقرير الوزارة يبعت يقول لك في 3-4 ملاحظات عند النادي الأهلي، فالنادي الأهلي يتم تذليل هذه الملاحظات. فين المشكلة؟ هو دي النقطة يا جماعة. النقطة يا جماعة هو ليه الأهلي
مش ب... ما بيتمش تحيز له، هو الناس مش لاقيه اخطاء عنده تستوجب اي حاجه، حتى المره الوحيده اللي حب حد يعني ياخدها من منظور خلاف شخصي بينه وبين ناديه او اداره ناديه، ها لو ان الاسباب الواهيه التي استند اليها لا تستدعي خالص، ما قدرش يقول انا بحل ليه. احنا امشي عدل يحتار عدوك فيك، هي المبدا ببساطه كده. النادي الاهلي ينشئ شركات، شركات مساهمه. وانا عايز اقول لكم بس عشان الناس قفزت، لان حتى شفت فيديو قال لك اه ده الاهلي لسه بيعمل اجراء اولي، لسه في خطوات وفيه ترتيبات، لكن النادي الاهلي عشان يوصل للي وصل له ده، اول حاجه تم العرض على الجمعيه العموميه، ده خطوه اولى. الجمعيه العموميه لا، اول حاجه حطيت في نظامك الاساسي انك تقدر تعمل كده. ايوه، رحت للجمعيه العموميه. لائحه النظام الاساسي قالت لك اول خطوه تاخد موافقه الجمعيه العموميه. عرضت على الجمعيه العموميه الاجتماع اللي فات، لان الانعقاد اللي فات للجمعيه العموميه لم يكتمل قانونا، بيفوض مجلس الاداره بجدول الاعمال. تم اعتماد هذه الخطوه واقرارها. راحت للجهه الاداريه، الدكتور اشرف صبحي لو تفتكروا كابتن محمود الخطيب وهو بيحط حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي، قال ان انا بناشد الدكتور اشرف صبحي سرعه الموافقه على مشروع الشركات اللي احنا متقدمين بيها. تم دراسة الموقف في الوزارة من قبل المختصين وتمت الموافقة على مشروعات الاهلي في الشركات الثلاثة. لا، ورق سليم بالظبط مطابق للنظام الاساسي اللي مطابقة للقانون. ارجع لكل كل شيء لاسبابه. انت عملت نظامك الاساسي واتبعت الاجراءات بالظبط التي تتسق مع القانون، غيرك ما عملش كده. عمل اجراءات لا تتسق مع القانون فاتلغى له نظامه الاساسي، هي دي المشكله. ما تقولش اشمعنى. انت لما اتلغى لك نظامك الاساسي ووضعك في الموقف اللي انت فيه ده لانك ما ارتبطتش اصلا بالخطوات اللي نص عليها القانون. راح النادي الاهلي في شركه كره القدم تحديدا، استعان بشخصيه اهلاويه اقتصاديه كبيره بحجم وقيمه الاستاذ ياسين منصور، قال لك بس ده جاي يمول صفقات الاهلي. وفين العدل يا جماعه؟ هو والله واحد قال لك يعني هيبقى في منافسه، في حد بيدق للاهلي صفقات كبيره وبقيه الفرق لا؟ يعني ايه؟ طب اديك صفقه ما حصلت. هو انت مش في فتره من الفترات قعدت تقول لي ليه بيتم تمويلك بكده واصبح بتمول معايا واكتر مني؟ وراح هذا التمويل في اتجاهك، وكل كل صفقاتك اللي موجوده دلوقتي ما هو مين اللي مولها؟ طيب اولا يعني بجد احنا لازم نرتقي شويه بتفكيرنا، لازم نفهم الدنيا بتتغير، واحنا بنتكلم على اليات اقتصاد راس مالي حر، بنتكلم على شركات مساهمه هتطرح للتداول في البورصه. غير معقول بالمره نفضل نتكلم بالمنطق ده. استاذ ياسين منصور جاي رئيسا لشركه كره القدم في النادي الاهلي، انت هتدير منظومه كبيره او اقتصاديه، مش فكره حد هيضخ فلوس لأسهم في البورصة. إبراهيم، المسألة أكبر من هو الموضوع صورته. ده جديد؟ ما ترجع من أيام ما جبنا جيلبرتو أفيلينو. كان الفكرة، وكان برضو الكابتن صالح لما أوكل إلى اثنين، الأستاذ ياسين منصور والمهندس إبراهيم المعلم معايا، إن إحنا نشوف إزاي الموضوع ده يتحول إلى نفصل الكورة بمواردها في شركة. كان الفكر ده شوف من امتى؟ من بدايه الالفيه الثانيه، الاتفاق على ماتش ريال مدريد انت بتتكلم في 2001. لا ده ريال مدريد ده كايفنت كحدث. لما جه تجربه اصلا انا بقى اللي اتكلفته كان معايا الاثنين دول بالذات. ان احنا بدل ما يا جماعه انكم تساعدوا بفلوس، لا احطوا مبلغ يستثمروا النادي الاهلي وينميه في صندوق خاص يمول. وساعتها برضه نفس الشخص اللي كان بيتصدى من جوه النادي الاهلي لحرب النادي الاهلي واللي حاول يحل المجلس، هو اللي بقى يطلع في القنوات الفضائيه وفي الاعلام يقول لك الاستاذ ياسين منصور جاي عشان يعمل تجاره في النادي الاهلي، فخلى الراجل قال والله اللي خدته مش عايزه، سلام عليكم. واخد بالك؟ انا بعيد عن القصه دي. انت قننتها دلوقتي في شكل شركه. شركه مساهمه. الراجل بمنتهى الحب جاي عايز يعمل هذا، ورغم كده يا سيدي تعالوا نتكلم معلش يا استاذ ابراهيم في الحته دي. هو انت جاي تحاسب النادي الاهلي انه عايز يمشي متسقا مع قواعد الاتحاد الدولي؟ انك انت
تعمل شركات وانك انت يبقى عندك شفافية مالية وعندك مصادر تمويل معلنة ومعروفة. هو انت جاي تقول لي انت ازاي تجيب الاستاذ ياسين منصور يبقى رئيس وبعدين يقول لك هجيب فلان وفلان وسمو لك جيب. انا عارف. هو على فكرة الخناقة، ما هو انت ساعات يجي يقول لك ايه، انت مش نادي القرن، انت مش نادي الوطنية، انا نادي الوطنية، انت مش الاول واحد فكر في الشركات. لا يا سيدي، انت اللي فكرت في الشركات، شيء لا يعنينا. يلا جو اهيد. هو احنا بنتناقش في ايه؟ هي فين المعركه هنا؟ اعمل شركه وجيب لها اهم حاجه، اعملها 2 مليار زي ما انت بتقول. انا مش هنشغل بيك، انا هنشغل ان انجح في النظام اللي انا حطيته. وهي دي المشكله يا جماعه، انت منشغل انك انت كل ما اعمل حاجه تشكك فيها، وبعدين في النص كده تقول ده انا اللي فكرت في الاول، ده انا اللي استحق كذا. اعمل اعمل، ومش هنقول لك اشمعنى، عمرنا ما هنقول لك اشمعنى. انت تقول لي اشمعنى لو الشركات دي خدت دعم من الدوله. خد زي، بالعكس انا بقى، انا بقول لك انت عمال بتاخد دعم. ها؟ وانا ما بقولش اشمعنى حتى. يعني انت كل مشاكلك بتتحل ازاي؟ ماشي، عشان الزمالك كيان وكيان كبير عايزينه يقف على حيله، ماشي، بس سيبني اشتغل واشتغل انت. هي دي. الناس تحترم حق كل طرف انه يشتغل وينجح ويتفوق. انت عندك اسبابك وانا عندي اسبابي والاخرين عندهم اسبابهم، لكن هنفضل باستمرار باصين انتوا طبخينين النهارده، دي مشكله كبيره قوي. ده اللي بيقول لك تنمر. ده الاستاذ خالد بيومي عشان اشاد بالفكره دي هاجموه لدرجه انه اضطر يقول لك الزمالك ومش الزمالك ومظلوم وبيتحل. ايه فكره ان اي حد يشيد بالنادي الاهلي او يقول كلمه حق في النادي الاهلي يرجم ويطالب انه يقول الجمله الثانيه؟ ليه؟ ما تنتقد الاهلي اذا كان من الواجب انتقاد الاهلي من غير الحاجه لانتقاد الزمالك. وهو انت مش دورك تنتقد الاهلي او تشيد بالاهلي بدون الحاجه، ما انت تفضل مطالب تشيد بالزمالك. استاذ ابراهيم، احنا مش دورنا ننتقد الزمالك خالص، احنا اللي بنقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه في صفقاتكم وانتوا بتجيبوا فلوس. ما بنقولش الكلام ده، احنا بنرد على اللي بيقولوه. التشكيك في الاهلي قيمته. انا مش دوري ان انا انتقد المنافسين بتوعي، مش طبيعتي، مش دوري، مش مسؤوليتي. انا دوري نقف مع ناديه وخلي ناديه يشتغل صح وارد على اللي بيحاول يتجنى عليه. بالظبط، ده دوري. لما تلاقيني بتجنى عليك يا سيدي رد عليا، انما مش عمال على بطال اشمعنى الاهلي اشمعنى الاهلي اشمعنى الاهلي واحنا الاهلي واحنا. ما انت اما تجيب لي متحدث رسمي ما بيتكلمش غير على الاهلي، غير معقول. ده مش متحدث رسمي عنك. متحدث رسمي على الاهلي. يعني ما هو طول النهار بيقول لك الاهلي الاهلي. طب ما وده السؤال اللي انا قلته 100 مره، انا بتكلم على الاهلي وانت بتتكلم على الاهلي. بتتكلم على الاهلي بشكل سلبي، لكن مين هيتكلم على الزمالك؟ مين هياخد الزمالك وياخد افكاره ومقترحاته ويشيد بيها ويدعمه؟ هو ده. تيجي تقول ايه الشركات دي وهتطرح اسهم والكابتن الخطيب بيقول لك الاستاد ده جماهيره هتبنيه، يقول لك شفت بقى ما جينا نبيع الفانيلا. اولا ما جينا نبيع الفانيلا احنا هنا قلنا لا ينبغي التحفيل في هذه النقطه. طبعا كل نادي حر يمول نفسه بالطريقه برضه بطريقته. وانا في نفس الوقت لما اعمل شركه واطرحها على الاسهم واقول لجمهوري يلا اسندوا شركاتكم، الله، ده هي اساس الشركات كده. واعمل كده. ما عندناش احنا مشكله في انك ازاي تدير امورك ماليا وفنيا وإدارية، دي مش بتاعتنا، مش من حقنا نتكلم فيها، لكن من حقنا كل ما تجيب سيرتي ارد عليك. خلاص كده يا جماعه متفقين يا جماهير مصر بكل انتماءاته؟ متفقين، ماليش دعوه انت بتعمل ايه، بس ليه دعوه انت بتقول عليا ايه. بالظبط. طيب ده كانت ضربة البداية مع حضراتكم، لكن هناك كلام كثير في الغربال، أحلام في رأس الرجاء الصالح. رأس الرجاء الصالح يا جماعة طريق التجارة القديم جدا اللي بيبقى تحت كمان من بريتوريا في جنوب أفريقيا، وكان العالم كله بيلف حوالين هذه الكرة الأرضية قبل قناة السويس. انت عارف ان الكيب تاون في جنوب افريقيا هم بيقولوا ان هي دي النقطة الأخيرة. اخر نقطة، يعني احنا شوف احنا فين؟ في اقصى الشمال وهم في اقصى الجنوب، شوف المشوار. فشد الاهلي رحاله الى رأس الرجاء الصالح بحثا عن حل من جديد مع العاشرة بإذن الله، اللقب العاشر في دوري الابطال اللي بيتطلع اليه الاهلي السبت الساعة 3 العصر
بيواجه سان داونز في بريتوريا، مباراة الإياب لدور الثمانية، مباراة الذهاب زي ما حضراتكم عارفين 2-0 انتهت للأهلي، وهناك ترتيبات قوية جدا لمباراة السبت. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة لبى اليوم دعوة عشاء من السفير المصري السفير أحمد الفضلي، اللي الحقيقة سافر مع البعثة من البداية، كان موجود في أجازة في القاهرة وسافر مع بعثة الأهلي على متن الطائرة الخاصة ومتواجد مع البعثة لحظة بلحظة. دعا الكابتن محمود الخطيب والأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة والمهندس سمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأهلي للعشاء في منزل السفير. السفير أهدى الكابتن محمود الخطيب خريطة أفريقيا، والكابتن محمود الخطيب أهداه درع وعلم النادي الأهلي ووجه له الشكر هو والملحق العسكري ومستشار السفارة وكل قيادات السفارة المصرية على ما يبذلونه من جهد كبير في مساعدة بعثة الأهلي في هذه الرحلة. الشكر كل الشكر للسفير والوزارة الخارجية مع كل الفرق الرياضية ومع النادي الأهلي. أينما حلت المنتخبات أو الفرق الرياضية في أي مكان، هو ده دور السفارة، الدعم وحل المشاكل. مع النادي الأهلي، الأهلي بيسهل لهم الدنيا جدا لأنه بيحط نظام دقيق وبيبقى ماشي في تنسيق كامل في كل خطواته مع السفارات في الخارج، فبيبقى ضيف خفيف. ما يعني ما اعتقدش ان هم لقوا مشاكل ابدا من ناحيه النادي الاهلي محتاجه للحل. انما بيبقى الاهلي محتاج مسانده في حل بعض المشاكل طبعا بيلاقوها. طب هنشوف كل الاجواء كامله مع بعثه الاهلي في بريتوريا. معنا على الهاتف من هناك الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي. كريم مساء الخير. البعثة عندك. بالتاكيد طبعا باشمهندس عدلي يا استاذ ابراهيم، يعني كلنا ثقه ان شاء الله في كل لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه والمنتظره والمرتقبه لدى كل الجماهير، لكن ان شاء الله بالحاله الكبيره للتركيز اللي احنا شايفينه مع لعيبه النادي الاهلي والجديه الكبيره في التدريبات ان شاء الله باذن الله يكون ليها مردود كبير يوم السبت القادم على ملعب لوكاس موريبي في الثالثه عصرا بتوقيت بريتوريا، ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق مع النادي الاهلي. بشكل عام باشمهندس عدلي استاذ ابراهيم، لو حطك في الاجواء ونحط كل جمهور النادي الاهلي في الاجواء لتدريب اليوم طبعا النهارده ومأدبه العشاء اللي كانت مع سفير مصر احمد الفضيلي والمسحه كمان المسحه الطبيه اللي كانت صباح اليوم، يعني اقدر اقول لك النهارده اليوم كان صباحا اعتيادي بالنسبه للفطار. تعرف طبعا المباراه 3 عصرا، فيمكن الجدول الخاص بالوجبات بيكون مختلف شويه، 8:30 كان فطار صباحا ثم 11 صباحا وجبه الغداء، بيكون في المسحه طبعا النهارده كانت المسحه الطبيه الاولى. انا بقول لي المسحه الطبيه الاولى باشمهندس علي استاذ ابراهيم لان النهارده هي المسحه الخاصه بالكاف، لكن يوم السبت ان شاء الله باذن الله هتكون في مسحه اخرى للسفر الى قطر، دي يمكن خاصه بالسفر فقط لا غير. لكن الحمد لله طمنا طبعا بتصريح الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي بسلبيه مسحه البعثه بها الكامل، امر مهم جدا ويمكن ده مش جديد على النادي الاهلي. الاجراءات الاحترازيه يمكن على طول النادي الاهلي بيتبعها بكل قوه وبكل جديه، اللعيبه على طول من المطعم الى الغرف الى التدريب، فيمكن غلق تام بالنسبه لمعسكر فرقه النادي الاهلي هنا في بريتوريا، وايضا كمان فندق الاقامه فيه تجديد كبير جدا، لابد ان تكون متواجد تتحرك بالكمامات، فامور عديده جدا. الحمد لله طمنا على كل اللعيبه ورب كمان نطمن عليهم غدا باذن الله في التدريب ويوم المباراه ان شاء الله يكون كل التوفيق مع فريق النادي الاهلي. ايضا كمان يعني عايز اتكلم على التدريب النهارده، يعني الحاله اللي شفناها مع لعيبه النادي الاهلي والمحاضرات المستمره من بيتسو موسيماني والكابتن سيد عبد الحفيظ، الحقيقه اللي كل تدريب كعادته طبعا بيكون في تحفيز بشكل كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه باشمهندس علي استاذ ابراهيم على طول اللي في دماغها على طول بتقول احنا جايين هنا متاخرين بهدفين وليس متقدمين بهدفين، عشان تكون الرغبه اكبر والتركيز اقوى، وده امر مهم جدا. كل اللعيبه الكبار والشناوي وليد سليمان محمد، كل اللعيبه الكبار بتتكلم مع بعض على اهميه هذه المباراه، ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره هذه المباراه والتركيز كبير الحمد لله. بيتسو موسيماني معتمدين عليه اعتماد كبير بجانب الجوانب الفنيه، لان في ثغرات عديده جدا الراجل بيتكلم معاها مع لعيبه النادي الاهلي. امتى صن داونز بلغه الكره يقدر يموت اللعب؟ هنضغط ازاي؟ هنوزع الجيم بشكل عام ازاي؟ التلت الامامي هنضغط فيه امتى؟ في كمان يمكن بعض الامور اللي ممكن نشوفها فيها تغييرات في التشكيل، لان الراجل يعني قاري بشكل جيد جدا الحقيقه من خلال متابعتنا للتدريبات على الثغرات الخاصه بصن داونز وازاي هيقدروا يهاجموا وازاي هيقدروا يلعبوا علينا الكرات العاليه. فالنهارده كان تدريب قوي جدا جدا للعيبه النادي الاهلي وكان واضح التركيز، التدريب كله كان تكتيك النهارده بعيدا عن البدني، لكن الحمد لله اطمنا بشكل عام على اللعيبه باستثناء طبعا محمد مجدي قفشه. يعني محمد مجدي
مجدي قفشه النهارده. يمكن بعض الناس قالت ان محمد عنده اصابه او يمكن خرج النهارده من التدريب او عنده اجهاد. لا انا بطمنك محمد مجدي قفشه جاهز ان شاء الله بكل قوه لمباراه يوم السبت مع حمدي فتحي. حمدي فتحي كمان يمكن النهارده ظاهر بكل جديه، تدريب الامس كان واضح ان هو جاهز للمشاركه، تدريب اليوم كمان خد جرعه تدريبيه قويه، فيا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي خلال غدا ان شاء الله اللي هيكون التدريب الرئيسي على استاد لوكاس موريبي اللي هيستقبل المباراه. وايضا كمان كعادتي طبعا يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، اليوم الاخير اللي بيكون قبل المباراه بيكون المؤتمر الصحفي والاجتماع الفني. الاجتماع الفني يمكن غدا هيكون واحده ظهرا، المؤتمر الصحفي 2 ظهرا في ملعب لوكاس موريبي، يليه على طول مباشره التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي هيكون في 3 عصرا. الحمد لله الامور طيبه وماشيه بشكل جيد جدا. وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه يمكن رسالته هامه جدا ووصل للعيبه بشكل كبير، بيحضر في كل حاجه طبعا بل التدريب، بتواجده مع لعيبه النادي الاهلي، سفير ايضا كمان احمد الفضلي وكل مسؤول السفاره الحقيقه متواجدين بكل قوه معانا في الفندق الاقامه في تدريبات. فالامور الحمد لله طيبه بشكل جيد جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله يعني ننتظر بس طاقم التحكيم يكون موفق في المباراه. امر الفار ده امر مزعج جدا، لكن ان شاء الله باذن الله لعيبتنا تقدر تحسم المباراه، ما ننتظرش فار ونقدر ان احنا ان شاء الله نقدر نحرز ونقدر ان احنا يبقى لينا الاسبقيه في مباراه يوم السبت. كريم نتيجه المسحه الطبيه دي المسحه الاخيره للمباراه بتاعه الاتحاد الافريقي، نتيجتها ظهرت ولا لسه؟ نتيجتها سلبيه يا استاذ ابراهيم. الحمد لله يمكن ظهرت النتيجه كلها للبعثه بالكامل، هي دي المسحه الاولى ويمكن دي الاهم بالنسبه لنا حتى هذه اللحظه لانطلاقه المباراه. فالحمد لله اطمنا بشكل عام على كل فريق النادي الاهلي والبعثه بالكامل ان المسحه سلبيه الحمد لله. مغادره قفشه للتمرين كانت للراحه ولا كان عنده اي شكاوي في البدايه؟ يعني اقدر اقول ان هو ما قدرش الا بس في اخر 10 دقايق يا استاذ ابراهيم، يعني يمكن الراجل خاض التدريب بالكامل، خاض التقسيمه بالكامل وكان ظاهر بشكل جيد جدا، لكن يعني شعوره بدوخه بسيطه جدا. محمد مجدي قفشه خرج في اخر 10 دقايق من التدريب ما كانتش مؤثره عليه، التدريب اصلا كمان انتهى ببعض ركلات الجزاء. طبعا كعاده بيتسو موسيماني في كل مران بيحاول ان هو يكون في اختيار لبعض اللاعبين، لكن انا باكد لك على جاهزيه محمد مجدي قفشه ان شاء الله يكون في تدريب الغد بكل قوه بكل جاهزيه، ويوم السبت ان شاء الله يكون صانع الفارق قعدته مع فريق النادي الاهلي. درجة الحرارة عندك عاملة ازاي؟ ده سؤال مهم جدا يا استاذ ابراهيم، يعني عايز اقول لك اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي درجه الحراره تصل الى 10 درجات، في بروده شويه في الجو صباحا كمان وميعاد المباراه بالتحديد النهارده 3 عصرا كان يمكن اقول لك الجو في لسعه برد شويه وفي شمس، لكن جو كروي رائع ومميز جدا. يمكن لعيبه النادي الاهلي كعادتها طبعا لما بتكون في اي مباريات الافريقيه الرطوبه بتاثر بشكل كبير الجو والحراره درجه الشمس، لكن الحمد لله يمكن دي اشاره بقى بنتمناها ان شاء الله يكون من ربنا سبحانه وتعالى يكون الاشاره دي مهمه تنعكس على بيتنا ان شاء الله بالشخصيه وبالجديه وبروح النادي الاهلي ان شاء الله نقدر نتخطى هذه الخطوه. استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، يا كريم بالنسبه للصدى الاعلامي للمباراه ايه اللي انت لمسته من الصدى الاعلامي الخاص بالمباراه بالنسبه للجماهير وبالنسبه للاعلام؟ يمكن الاعلام هنا طبعا بيتكلم على اهميه المباراه وبيحفز بشكل كبير جدا فريق سان داونز. يمكن بعض التصريحات اكيد بتخرج طبعا من بعض وسائل الاعلام هنا ان النادي الاهلي عنده بعض الخلل في الدفاع فلابد ان احنا نلعب عليه، كلها طبعا حاجات تحفيزيه يا استاذ ابراهيم، لكن يمكن بيكننا كل الاحترام فريق سان داونز وجمهوره ايضا كمان وكل الناس اللي بتقابلنا. انت عارف طبعا طبع الافارقه مشاورات عاديه والاشارات العاديه، هنكسب 2 هنكسب 3 الكلام ده، لكن يعني في تحفيز كبير محفزين ان فريق سان داونز بشكل كبير جدا. كمان المدير الفني بعض تصريحاته طبعا كلها بتصب في مصلحه فريق سان داونز، لكن ده على ما اعتقد ضغط عليهم لان هم عارفين ان المباراه صعبه جدا. هم عندهم هيقاتلوا بكل شيء، لكن النادي الاهلي عنده هدف يا باشمهندس عادلي، هي المباراه والانطلاق من المباراه وان احنا نقدر ان احنا ما يخشش فينا اهداف. فاكيد في اهتمام اعلامي وفي ضغط على فريق النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الحمد لله متعود على الضغط الكبير ده. كمان وعدم وجود الجمهور ده امر مهم جدا، يمكن وجود الجمهور بيحاولوا هنا على طول ان هم يدخلوا الجمهور بعدد كبير جدا، ما بيلتزموش بالاعداد. يمكن المباراه يمكن احد المباراه كان قال لك اي حد يكون لابس تيشرت اصفر تيشرت سان داونز يقدر ان هو يدخل المباراه، الاستاد كان مكتمل على الاخر، جمهورهم اكيد قوي لكن جمهور النادي الاهلي كعادته اقوى طبعا. ويمكن احنا لو عندنا جماهير متواجده في استاد القاهره الامر كان هيكون مختلف جدا في المباراه الاولى، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله يتخطى النادي الاهلي هذه المباراه الهامه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي. يعني في جمهور مسموح له بالحضور؟ لا المباراة بدون جمهور، المباراة بدون جمهور، لكن الجمهور اللي احنا ممكن نقابله في الشارع واحنا ماشيين وفي ابواب الملاعب اللي طبعا اللي بتقابلنا طبعا المدينة الرياضية اللي النادي الاهلي. اتفضل طيب
كريم انت عندك حاله خاصه جدا لبيتسو موسيماني، بيتسو موسيماني لاول مره يروح بلده ضد الفريق اللي دربه واللي اشتهر من خلاله واللي لعب معاه ضد الاهلي كتير. احكي لي عن موسيماني ووجوده في بريتوريا والاجواء العامه وعلاقه الجماهير معاه وعلاقه المنافس. انا عايز اقول لك يا استاذ ابراهيم في لفته يمكن جديده شويه يمكن على جمهور النادي الاهلي، شفنا عدد كبير من محبي سان داونز ومحبي بيتسو موسيماني لابسين تيشيرتات للنادي الاهلي، يمكن كان لينا بعض اللقاءات معاهم، الناس بتشيد بالنادي الاهلي بشكل كبير وجايين يحفزوا ويأزروا النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني. علاقته طيبه ورائعه جدا، كمان يمكن مدرسه الكوره اللي خاصه هنا في المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا يمكن عدد كبير من الناشئين يعرفوا بيتسو موسيماني بشكل كبير، كان متواجد معاهم واخد معاهم الصور بعض الصور طبعا كعاده بيتسو موسيماني، لكن يمكن حب كبير جدا هنا ليه. بقول لك يمكن عدد كبير باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم كانوا متواجدين في التدريب امس وتدريب اليوم مرتديين تيشيرت للنادي الاهلي، لكن كلهم من جنوب افريقيا، هم بيحبوه بشكل كبير جدا طبعا على عطائه خلال السنوات الماضيه مع صن داونز، والامر مختلف كمان لان هم عارفين قيمه النادي الاهلي الكبيره وهم حابين كمان. يمكن الناس كانت بتتكلم معانا بتقول احنا كنا حابين ان مدير فني جنوب افريقيا يكون متواجد في قيمه كبيره جدا زي النادي الاهلي، فدي نقطه مهمه جدا اكيد يا رب ان شاء الله باذن الله تحسب لبيتسو موسيماني، والحب الكبير اللي احنا شايفينه ده يترجم بقى ان شاء الله بتشجيع كبير للنادي الاهلي حتى ولو من خارج المدرجات، لان انا باكد لك المباراه بدون جمهور، لكن اللي انا بقول عليه ان الجمهور بيكون متواجد في الملعب خارج الملعب واحنا ماشيين في الطريق، يا رب ان شاء الله باذن الله نقدر ان شاء الله نعدي هذه المباراه. استاذ ابراهيم علي معلول اخباره ايه يا كريم؟ علي معلول النهارده يعني اقدر اقول لك خد جزء بسيط من التدريبات الجماعيه، ودي اشاره مهمه جدا لعلي معلول وجاهزيته، قطع شوط كبير جدا، والحقيقه الجهاز الطبي بذل معاه مجهود اكثر من رائع طبعا الدكتور احمد ابو عبله وكل طاقم الجهاز الطبي والتاهيلي. علي معلول النهارده خد جزء بسيط، لكن اقدر اقول لك بنسبه كبيره يعني من الواضح ومن الشكل العام ان علي معلول بيتم تحضيره لمباراه السوبر، يعني جزء النهارده اللي خده ممكن ياخد كمان جزء اكبر بكره، لكن في تاني كبير على علي معلول في الدفع بيه، لكن الاهلي بمنحدر، وده اللي احنا يمكن الرساله المهمه للاعيبه النادي الاهلي عارفاها وعارفه من جمهور النادي الاهلي هذا الامر. علي معلول متواجد مع الفريق بروحه وبقيمته الكبيره وبشخصيته، لكن فرصته صعبه شويه. حمدي فتحي اللي فرصته اكبر ان هو يكون متواجد في دكه البدلاء او يكون متواجد في القائمه بشكل عام، سعد سمير ايضا كمان فرصته كبيره ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، لكن يتبقىنا ان شاء الله علي معلول، ان احنا بنتمنى ان شاء الله يرجع بسلامه الله في اقرب وقت مع فورمته الكبيره وخبرته الكبيره يقدر يفيد النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. الاهلي لم يسمح ليه ان هو يتمرن على ملعب المباراه الا مره واحده بكره فقط، وده اتقال ان معامله بالمثل للقاهره، هل صن داونز كانت بالاريحيه ديت ولا كان فيها مشكله؟ عفوا يا صبري ما سمعتش سؤال تاني، عفوا معلش. الاهلي هيتمرن مره واحده فقط على ملعب المباراه اللي هو بكره، واتقال انه كان طلب ان هو يتمرن اكتر من تمرينه وصن داونز ما ردش عليه خالص. بالتاكيد يا استاذ ابراهيم بكره هيكون التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي، يمكن النادي الاهلي عدد ايام كبير احنا واصلين انت عارف يا استاذ ابراهيم بعدد من الايام للتاقلم على الجو، اكيد كان في خطاب من النادي الاهلي او النادي الاهلي حاول ان هو يتدرب على لوكاس موريبي قبل التدريب الرئيسي، لكن نقدر نقول ان الرد كان من عدمه بالنسبه لصن داونز، فخلاص النادي الاهلي قدر ان هو يتدرب على ملعب المدينه الرياضيه اللي النهارده كان اخر يوم لفريق النادي الاهلي على ملعب المدينه الرياضيه بجامعه بريتوريا، على ان يتبقى غدا التدريب الرئيسي، وهي معامله بالمثل، يمكن النادي الاهلي بياخد حقه طبعا وممكن صن داونز خد حقه وتدرب تدريبه واحده، فالامور كلها بالمثل، لكن كمان ارضيه الملعب الخاصه بملعب المدينه الرياضيه ما كانتش جيده جدا للاعيبه النادي الاهلي، فكان في تحذير كمان من بعض الاشتراكات، يمكن ترنات والاناكل والحاجات دي طبعا امر كان مهم جدا، فكان في تأني بشكل كبير، النادي الاهلي كان عايز يتاقلم اكتر على الملعب لان ملعب لوكاس موريبي تحديدا الفتره اللي فاتت ما كانش بيتلعب عليه المباريات كثيره، فنجله المباراه مقبوله جدا ورجله المباراه يعني تقدر تساعد النادي الاهلي في تطبيق التكتيك اللي بيحاول بيتسو موسيماني يشتغل عليه خلال الايام الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله ارضيه الملعب تكون في صالحنا، الجو يكون في صالحنا، التوفيق يكون معانا ان شاء الله في مباراه يوم السبت. كان في كلام ان ارضيه الملعب نجيل صناعي، ايه حقيقه هذا الامر؟ نجيل طبيعي ولا صناعي اللي هو اللي هيتلعب؟ لا ملعب لوكاس موريبي، لا ملعب نجيلته طبيعيه ما فيهوش اي مشكله خالص، يمكن تم تجهيزه بشكل كبير، لو نجيله صناعي كان لازم يا باشمهندس عادل طبعا ان احنا نتدرب عليه تدريبين حسب طبعا لوائح الكاف، لكن باكد لك ان النجيله طبعا نجيله طبيعي وارض جيده جدا ان شاء الله باذن الله تساعد النادي الاهلي في المباراه باذن الله. بكره المؤتمر الفني للمباراه يا كريم، هل الاهلي عنده اي ملاحظات يعرضها على طاقم التحكيم والمراقب؟
يعني ممكن نقول ننتظر بكره يا استاذ ابراهيم طبعا، لان احنا اكيد مستنيين كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عادل، الكابتن ماهر عبد العزيز، اي تحفظات او اي ملاحظات هتكون بتناقش في الاجتماع الفني. لكن الامور الحمد لله يعني مفيش اي حاجه، تحركنا للملعب، التامين متواجد على طول، يمكن مسؤول السفاره معانا، فهننتظر غدا ان شاء الله ايه اللي ممكن يتقال في الاجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عادلي، ويلي زي ما قلت لك يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم هيكون المؤتمر الصحفي في ملعب لوكاس موريبي 2 ظهرا، ثم التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي. طبعا في اجراءات احترازيه مشدده داخل البعثه. بالتاكيد يعني اجراءات مشدده جدا، ودي عاده النادي الاهلي، احنا على طول كل سفر بيكون في اي مباراه في افريقيا بيكون على طول احد العمال متواجد معانا، بيتم بيقوم بتعقيم الغرف، تعقيم الادوات، متواجد معانا بشكل مستمر، وكمان فندق الاقامه فارض اجراءات احترازيه مشدده جدا. الكورونا هنا يمكن منتشره بشكل كبير، ويمكن قلنا اكثر من مره ان يمكن ناس من الهند كتير توافدت على جنوب افريقيا، فيمكن القلق قوي شويه، لكن الحمد لله طمنا سلبيه المسحه والاجراءات الاحترازيه كمان اللي بتقوم بيها لعيبه النادي الاهلي، ودي عاده لعيبه النادي الاهلي مباشرة على طول زي ما بقول لك يا استاذ ابراهيم، الملعب، الفندق، الغرف، ما حدش بيروح في حته، ما حدش بيطلع بره الفندق، فالحمد لله اللعيبه كلها محافظه على نفسها، لكن الاجراءات هنا مهمه جدا، ما ينفعش تمشي في الفندق الا بكمامه، امر مهم جدا بيساعدنا اكيد وبيساعد لعيبه النادي الاهلي ان هي تحافظ على نفسها قبل المباراه الهامه والمنتظره لكل جمهور النادي الاهلي. موسيماني والمعاونين معاه لحد دلوقتي ما تمكنوش من زياره اسرهم طبعا. يعني هم جم اول يوم، يعني طبعا اول يوم في المطار طبعا كل الاسره جت سلمت على موسيماني، كمان جم يوم في الفندق، يمكن امس جم تواجدوا طبعا، قعدوا مع موسيماني فتره بسيطه جدا، لكن الراجل الحقيقه يمكن ما عادش مع الاسره كتير، على طول مباشره قعد معاهم 10 دقائق ثم توجه بقى على طول للجهاز الفني واجتماعاته المكثفه واجتماعاته مع لاعبي النادي الاهلي، لكن اطمن عليهم طبعا، ويمكن كمان زوجه موسيماني يمكن سلمت على كابتن محمود الخطيب، ويمكن حياته بشكل كبير جدا، هي عارفه ان الكابتن محمود الخطيب قيمه كبيره واسطوره الكره المصريه والافريقيه، فيمكن الامور الحمد لله طيبه جدا بالنسبه لبيتسو موسيماني. يا رب ان شاء الله باذن الله بقى ربنا يوفق موسيماني في اختيار التشكيل الامس اللي هيخوض بيها المباراه، وكمان يقود المباراه فنيا من خارج الخطوط، والتوفيق يكون معانا ان شاء الله يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادل القيادي. كل التوفيق يا كريم، شكرا جزيلا ليك، وباذن الله موفقين يوم السبت. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى جنوب افريقيا، اعتقد سفرنا هناك. بص عجبني قوي السرد، عجبني التركيز في الاجابات، يعني بيروح للموضوع على طول، لازم اقول له برافو عليك. نمره 2، عجبتني في الاسئله، ما سبتش صغيره ولا كبيره، عايشتنا كلنا في هذه الاجواء. نمره 3 ليا بعض الملاحظات بقى للناس لازم تفهمها. يا جماعه، هو احنا لما بنيجي نقيم النادي الاهلي بنيجي نقيم اداؤه، نيجي نقيم فرصه، ونيجي نقيم، لازم نحط كل المعطيات امامنا، مش نحط احلامنا ويعني امنياتنا. لما تيجي هبتدي من الاخر، وهو ده اللي انا عايز اقول للناس، هو انت بتاخد بالاسباب. ايوه. طيب البعثه لما راحت قبل كده في النتيجه المشؤومه لم ناخذ بالاسباب. ايوه. كان في قلنا عايزين طباخ، وقلنا مش هيروحوا بدري، وقلنا يعني كان في شويه حاجات ملاحظات. طيب تتعلم. المره دي انت رايح بدري ورايح بطياره خاصه ورايح رئيس النادي معاك. ايوه. عشان لن تفهم ان رئيس البعثه ده بيفوض بصلاحيات المجلس. فالبعثات ذات الطبيعه الخاصه كمان لما يبقى رئيس المجلس فيها ده بيتحسب ان في قرارات ممكن محتاجه تاخدها في لحظات معينه. طبعا. زائد الوجود المعنوي بيبقى بقيمته بالنسبه للفريق، وشفنا تصريحات اللعيبه ان بيتعمل طبعا حساب ان رئيس النادي موجود معاهم، وخصوصا لما يكون اسطوره كرويه. نمره 3 قال لك ايه؟ قال لك عملنا مسحه النهارده عشان الماتش، وهنعمل مسحه بعد الماتش عشان للمغادره. طيب انتوا متخيلين لما بنقول الارهاق، الارهاق مش بس بدني. متخيلين يعني انك انت عمال تخش في تحدي وتخرج من تحدي، في اجراء وتخرج في هذه طبيعه حياه اللعيبه والجهاز الفني. لما تربط بقى، انت سالت سؤال في ذكاء، اسره موسيماني شافته. طب الراجل راح جنوب افريقيا، جنوب افريقيا جنب بيتهم، ومش عارف يعيش حياه طبيعيه في يوم او اتنين مع اسرته. نروح لهم ساعه في الفندق ومش هو ده الجو اللي عايشه بقى لعيبه الكوره هنا. ماتشاتك المتتاليه، سفرياتك المتتالية، تحدياتك وانتقالك من المحلي إلى الأفريقي، من الأفريقي إلى المحلي، إلى سوبر، إلى إلى إلى، ده بيضعك، هي دي الضغوط، إنك أنت على طول بتخرج من بيتكو
تروح التمرين، تاخد الدش، تعمل المسحة، ترجع بيتكو، توضب الشنطة، تسافر، تعمل المسحة، تتمرن تمرينين، تعمل المسحة، تطلع فاصل. تطلع فاصل. بس قبل ما اطلع فاصل اقول لك ايها المواطن الذي تنتقد وتقول ماليش دعوة، هي كده؟ لا، عيش الحياة دي لمدة شهر وقول لي رأيك في عملك، في شغلك، مش في لعب كورة محتاج كل هذا التركيز، وانك انت تشوفه في تألق مستمر اللاعب والمدرب والنادي والفريق. مهمة محتاجة كل التركيز، واحنا محتاجين نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن زميلنا كريم احمد طمنكم على كل افراد البعثه هناك، وعلى كمان حاله محمد مجدي قفشه صنع العاب الفريق اللي حالته الحمد لله جيده، لما قال ان هو غادر التمرين في اخر 10 دقائق كان للراحه. لكن كمان الخبر السعيد انه الصفحه الرسميه لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه بتختار او بتكشف عن ترتيب محمد مجدي قفشه كاكثر لاعبي دوري الابطال والكونفدراليه حتى الان تسديدا على المرمى، ب 21 تسديده لقفشه في مباريات البطوله حتى الان. وده طبعا بيفكر حتى كل الجماهير في البطوله نسخه او نهايه النسخه الماضيه بالقضيه ممكن والشوطه التاريخيه لقفشه اللي حسمت بيها بطوله دوري الابطال. خلي بالك لازم الناس تنتبه ان هذه امور تكتيكيه. هذه ادوار بتطلب منه. ايوه يعني مفيش حاجه يعني انت بيشوط من دماغه. لا، هو بيحاول يستثمر مهارات اللعيبه اللي موجوده. بالظبط. وانا بقول لو كان فريق الاهلي مكتمل كنا هنشوف طبعا تنوع في استثمار هذه المهارات. صحيح. كمان البعثه احتفلت بعيد ميلاد رامي ربيعه نجم الدفاع الحقيقه اللي راجع لمستواه بشكل جيد ومطمئن حتى الان، واضافه قويه لخط الدفاع. ده جانب من عيد ميلاد رامي ربيعه والجو الاسري الجميل اللي داخل فرقه النادي الاهلي، وهي دي الاجواء المبهجه اللي بتصنع فريق. وانا كلمه الاجواء انا نسيت، بس اقول لك ملاحظه على التمرين. ان كان في فقرات فاني. يعني شفت وهم بيعملوا طابور وبيهزروا مع بعض. الاجواء دي انا مؤكد ان ما يعني بيتسو بيحاول يشيل العبء والتوتر النفسي من عليهم وعيشهم شويه. وهنا بيحتفل اهو بعيد ميلاد رامي في الفندق. كل سنه وانت طيب يا رامي، ودايما موفق ودايما في احسن حال. رامي ربيعه طبعا مدافع دولي كبير، واحد من اللعيبه من اول ما طلع وكان فعلا مبشر جدا. يعني شخصيه واثقه في نفسها، عنده قدرات. لما تشوفه وهو ما راحش كاس العالم للانديه ما عملش لا مش هروح اعاره، انا هرجع عشان اثبت وجودي. ده بينه وبين نفسه ما قالش ولا لغى ولا قال ولا قال التصريحات دي. لكن نفذ بشكل عملي ان لما النادي الاهلي احتاجه لقاه جاهز، اصبح دلوقتي من العناصر الاساسيه. ايوه. على ذكر بطوله العالم في الدوحه، البعثه هتسافر للدوحه بعد المباراه مباشره عشان تفضل هناك استعدادا لمباراه نهضه بركان في كاس السوبر يوم 28. والجديد ان الاتحاد الافريقي قرر اقامه مباراه السوبر بدون جمهور، وده الحقيقه يعني كان قرار ملوش معنى، لانك انت في نفس الملعب في نفس العاصمه القطريه لما استضاف كاس العالم للانديه كان فيها حضور جماهيري باجراءات احترازيه وبمسحه كان لها اجراءات الحقيقه منضبطه جدا. كنا نتمنى ما دام الفرقتين عرب اشفاقا على جماهيرنا اللي ما بتصدق، اللي هتلاقيهم بره مطار الدوحه مستنيين البعثه بكل الشوق، ورابطه مشجعي الاهلي في قطر ياكي توفق لهم بس. لان كل حاجه خلي بالك الفرقه عايشه فقاعه بقالها شهر وقبليها يعني شهر، يعني خلوها بدون جمهور. لكن كنا نتمنى انه يسمح بحضور جماهير، كنت هتلاقي الجماهير المصريه والجماهير المغربيه اللي موجوده في قطر، لكن ده قرار الكاف والله غالب. الزميل كريم احمد في تمرين اليوم كان مع الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يطمن منه على كل تفاصيل الفرقه. نشوفه. مستمرين معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ويمكن استعدادات خاصه ومكثفه لفريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه سان داونز يوم السبت المقبل. معنا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي هنتكلم معاه في كل الامور الخاصه بالترتيبات حاله اللعيب. طمنا كابتن سيد وطمن كل جمهور النادي الاهلي مدى حاله اللاعبين عامله ازاي؟ الحمد لله يمكن وصلنا من يومين، الحمد لله الامور كويسه في تحضير وكلام واستعدادات
على الاطار المعنوي والفني. ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله في اللقاء ونطلع ببطاقه التاهل ان شاء الله. محاضرات بشكل يومي مع الموسيماني والجهاز الفني والامور التحضيريه والتجهيزيه للقاء. عارفين ان احنا هنخوض لقاء صعب مش سهل طبعا، لقاء مهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لافريقيا كلها، لكن لقاء قوي جدا وصعب جدا في نفس الوقت. يمكن التدريبه الاولى كابتن سيد امس ويمكن كان ليهم كلام محفز جدا مع بيتسو موسيماني. الحقيقه يمكن التدريبه امبارح كانت قويه جدا وجيده جدا وبانت حقيقه روح اللعيبه بشكل كبير جدا. شايف التدريبه امبارح ازاي وتشوف كمان النهارده بدايه التدريب؟ احنا جايين دور الثمانيه في افريقيا مع صن داونز وعارفين كويس قوي مدى اهميه الفرقه ديت ومدى قوتها في نفس الوقت ومدى اهميه الدور بالنسبه لنا. يعني ان شاء الله نكون موفقين باذن الله ونخش اللقاء بشكل عالي جدا في التركيز وننهي اللقاء بشكل عالي جدا في التركيز، لان هي المباراه يعني 90 دقيقه في امور كتير جدا جدا ممكن تحصل ما بين اللحظه والثانيه يعني. فلازم يبقى التركيز مش في جزء من اللقاء، لا التركيز لحد صفاره النهايه يعني. وجود الكابتن محمود الخطيب واصل مردود اللعيبه بشكل كبير يا كابتن سيد؟ اكيد هي مسج طبعا بتبقى لاهميه ومكانه اللقاء يعني. يمكن اطمن عليك بقى من سعد سمير، حمدي فتحي، علي معلول، عايزين نطمن. عارف ان علي يمكن لسه قدامه شويه، سعد سمير لسه، لكن حمدي فتحي يمكن ظهر بشكل جيد. دخل اهو النهارده اهو بس بيدخل على الفقرات الاولى او الاحماء والدايره يعني. حمدي فتحي دخل بقاله فتره يعني. حمدي فتحي طبعا يمكن مشاركته في السوبر ممكن على حسب رؤيه موسيماني والجهاز الفني يعني، لكن علي هينزل معانا بشكل كامل بعد اللقاء ده، بعد لقاء سان داونز ان شاء الله الرحمن. سعد نفس الكلام اللي على علي يعني. مش هطول عليك يا كابتن سيد، لكن مطلوب ايه من اللعيبه قبل المباراه على طول حابب تقول لهم؟ مطلوب ان احنا نخش اللقاء بمنتهى الاهميه اكنه اللقاء الاول بالظبط. عايزين نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها وتتحقق لنا باذن الله. بطوله احنا حاملين لقبها وبطوله مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي وكل واحد في منظومه النادي الاهلي. ان شاء الله الرحمن نحافظ عليها باذن الله، لكن هي خطوات ان شاء الله. عندنا خطوه صعبه 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 ان شاء الله الرحمن نكون موفقين فيها باذن الله. شكرا جزيلا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيئه للنادي الاهلي. واضح الروح اكيد والحماس الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي من التدريبات ومن ايضا كمان حاله وجوه اللاعبين. يا رب ان شاء الله يستمر النادي الاهلي في حاله التركيز الكبيره حتى موعد المباراه يوم السبت 3 عصرا ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق معنا ونقدر نحجز بطاقه التاهل للادوار القادمه. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. والحقيقه الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده قدر عالي جدا من الهدوء والثقه والتركيز، ودي مسائل مهمه جدا في مثل هذه المباريات الكبيره. عنده ثقه في اللعيبه، عنده ثقه في خبرات اللعيبه، عنده ثقه في ان الناس مش متكئه على نتيجه 2-0 في القاهره، ده الناس كلها بتتكلم انت رايح تبدا الشوط الثاني من هذه المباراه بكل التركيز وبكل الاصرار على ان انت تسجل باذن الله. وانا اعتقد ده افضل طريقه ممكن تلعب بيها ان انت تباغت خصمك. ما هو شوف خلي بالك، ارجع تاني اقول ايه؟ الصح والامنيات في ذهننا بيبقى هو موضوع تخيلي، لكن ارض الواقع تباغت خصمك. ما كانش حد غلب، انا عايز اباغت خصمي. باغت، يا ريت اباغت خصمي، لكن ارض الواقع هتقول ايه؟ وهو هيفرض ايه؟ وهو نفسه عنده هيعمل معايا ايه؟ ما هو احنا بنلعب ناس وقدرات برضه. وده الفرق في حسابات مثل هذه المباريات. نتمنى ان توفيق يكون حليفنا في هذه المباراه يا رب، عشان هي نقله هتبقى مهمه جدا باذن الله. طيب اطمنا على البعثه واطمنا على حاضر الفريق وعلى مستقبله في البطوله ان شاء الله، لكن دايما وابدا زي ما تعودتوا في مالك وكتابه ان احنا بنحاول نتوقف مع تاريخنا، بنحاول نتوقف مع رموزنا، وبنحاول دايما ان نضيء الشموع الحمراء. الدكتور محمود بجنيد، دكتور محمود بجنيد توفاه الله بسبب هذا الفيروس، نجاكم الله جميعا وحفظ الله مصر وأهلها وكل الناس الحياة من هذا الفيروس اللعين. انتقل إلى رحمة الله الأسبوع الماضي، قبل منه بثلاث أربع أيام توفت السيدة حرمه دون أن يعلم بوفاتها، ورحل الاثنان دون أن يعلم أي منهما أن الآخر قد هو إحنا عاملين ضروري تقرير عنه، لكن أنا هسمح لنفسي أتكلم. عايزني قبل التقرير ولا بعد التقرير؟ نشوف في هذا التقرير، لأنه كان زميل دراسة يعني. نشوف في هذا التقرير الصوتي جانب من مسيرة الدكتور محمود بجنيد عليه رحمة الله.
فارس نبيل معطاء صاحب خبرات كبيرة في مجال صناعة واقتصاديات الدواء، وأمين صندوق النادي الأهلي السابق، وصاحب أكبر عقد رعاية في فترة تواجده بمجلس إدارة المارد الأحمر. إنه الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق الذي وافته المنية بعد صراع مرير مع الكورونا. بدأ محمود باجنيد رحلته مع النادي الأهلي في عام 1956، وانضم لصفوف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء في عام 1958، وتدرب على يد مدربين كبار مثل محمد عبد صالح الوحش ثم كامل مسعود، إلا أن الإصابة حرمته من استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة. باجنيد الرجل الذي ساهم في العديد من التطورات في عالم الأعمال خلال مسيرته وإدارته الحكيمة، ولم يتوانى في خدمة النادي الأهلي في أي مكان حتى آخر رمق، رافعا شعار خدمة الكيان لا تحتاج إلى مناصب. بدأ مشواره مع القلعة الحمراء مسؤولا عن لجنة تنمية الموارد، ثم المستشار المالي ورئيس لجنة حقوق الرعاية وأمين للصندوق ونائبا لرئيس مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، كما تولى منصب العضو المنتدب لقناة النادي الأهلي. محمود باجنيد الذي عاصر العمالقة في النادي الأهلي يعد واحدا من الجيل الذهبي لمجلس إدارة الأهلي الذي حقق الكثير من الإنجازات برئاسة حسن حمدي، بجانب دوره في تعظيم عقود رعاية القلعة الحمراء في العديد من الدورات. محمود باجنيد دخل دائرة الترشيحات حول توليه رئاسة لجنة الأندية المحترفة بما يملكه الرجل من سجل ناجح مع واحد من أكبر الأندية المصرية، عندما حقق معه طفرة مالية في فترة توليه أمانة الصندوق، وحقق وقتها أكبر عائد لعقد رعاية في تاريخ الأهلي. الدكتور باجنيد أعلن عدم خوضه الانتخابات الأخيرة في النادي الأهلي لحرصه على مصلحة النادي، واكتفى بمساندته لقائمة الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب الذي حرص ومعه العديد من أعضاء مجلس الإدارة على المشاركة في تشييع جثمان رجل الشهامة والمحبة الصادقة والكرم وأحد رجالات النادي الأهلي المخلصين إلى مثواه الأخير. يعني رحمة الله على الدكتور باجنيد، هو صديق شخصي، زميل دراسة، كان أصغر مني بسنة، هو كان في الفصل مع أخويا بس حامد اللي أصغر مني بسنة. لكن الدكتور باجنيد طول عمره كنت يعني نظرا لذكائه كنا مسمينه الكهين. 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 حتى ما كان يلعب كورة كان يلعبها بذكاء. مش بقوة. وهو شقيقه المهندس محمد باجنيد اللي كان ظهير أيمن في نادي الترسانة. فالحقيقة إن هم كرويين لكن أهلوية كلهم. أيوه. الدكتور باجنيد فضلنا على علاقة ولعب في ناشئين الأهلي، وبعد الإصابة بطل شوية، بعدين لعب شوية في نادي الجزيرة كده تسالي يعني. إلى أن عاد إلى النادي الأهلي ليقدم دوره بعد أن أصبح رجل أعمال مرموق في مجال الدواء. صناعة الدواء. صناعة الدواء والدواء بشكل عام، لأنه هو كان بدايته أنه اشتغل في أحد شركات الدواء اللي هو كان رجل أعمال كبير في مصر يعني واخد توكيلها، لكن انفصل عنه وهو يعني وقتها كان بيقول لنا هتشوف أنا هعمل إيه. والحقيقة هو كان رجل بشوش ولطيف ويتحمل الناس. أيوة. ما شفتوش عمره منفعل، كان عارف اللسان قوي، محترم، بتربي. اه. وبعدين موضوع الكورونا ده يعني، وهنا سبحان الله انا كلمته من شهر ونص. لما قلت لك ما بيردش على التليفون قلت لي ده مراته. لا قبليها بشهر بقى كلمته قلت لها باجنيد يعني اخويا عايز ياخد الفاكسين وانا عايز اخد الفاكسين وانت راجل بتاع ادويه، قال لي انا ممكن اكلم لكم ناس بس انا مش مقتنع باللقاح. كان قلقان قوي، خايف منه. شوف سبحان الله، يعني هو واحد يستطيع بسهوله جدا انه كان يصل انه ياخد واحد من اهم صانع الدواء. يعني يقدر يتوفى الله بهذا البلد. قال لي انا ممكن اوصي عليك وايد بالطريقه الفلانيه وبتاع دي. وبعدين بعد شويه عرفت انه هو دخل المستشفى هو وزوجته
لما توفت ما قالولوش لكن منه باربع خمس قعدت اطلبه وبعدين ما رضيتش اقول له. فبعت له رساله قلت له انا عايز اطمن عليك بحيث ان هو لو عرف كان هيقول لي ادعي لي يا عدلي مش عارف ايه شفت يا عدلي، ما انا كنت اعرفه عائليا واعرف زوجته رحمه الله عليه. ولا حكى بها بعد اربع ايام. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه عشان يعني طبعا رجعنا نقول تاني ان الاعمار بيد الله، وتاني تعددت الاسباب والموت واحد، ولكن دعونا ناخذ دائما بالاسباب. الحياه الدكتور بجنيد عليه رحمه الله من وربنا يشفي محمد أول. اخوه لانه كان عنده كسر في الحوض. يعني ما اعرفش يعني ربنا معاهم جميعا يا رب. ربنا يشفي كل مريض باذن الله. الدكتور بجنيد يا جماعه ضرب المثل في صدق الانتماء للاهل بجد، يعني مارس هذا الحب للنادي الاهلي وهذا الانتماء كنت تلاقيه متفاعل بشكل كبير جدا مع الاهلي ونتائجه واحواله وشؤونه وهو بره مجلس الاداره. طبعا هو امين صندوق كان له اسهامات كبيره جدا، وهو في مجلس الاداره كان له اسهامات بافكاره وبمجهوده وبانتمائه وبغيرته على الاهلي، لكن حتى هو بره مجلس الاداره عمره ما شعر ان النادي الاهلي محتاج حاجه او يقف جنب النادي الاهلي كداعم ماديا وتاخر ابدا. في اسرار كتير، في تفاصيل كتيره جدا، لكنه كان باستمرار يبقى حريص على انه يقدم كل الدعم للنادي ويشعر بانه المجلس او اللي موجود مش محتاج حاجه الا يقدر يقدمها، ما كانش بيتاخر ابدا. كتير من الظروف والاحوال اللي الراجل كان حريص دايما وابدا على انه يكون جنب النادي اللي كان بيحبه وفضل يحبه لغايه اخر لحظه. انا اتذكر لكل الناس اللي بتحب النادي الاهلي تخدم النادي الاهلي ايا كان موقعها، هو في المجلس هو بره المجلس، يا دكتور بجنيد بلاش الانتخابات ديت خلاص انا مش داخل، وتبص تلاقوه في مقدمه الصفوف الداعمه للمجلس اللي متوافق عليه، تلاقوه دايما وابدا المجلس نجح محتاج حاجه، الفريق محتاج حاجه، عمره ما اتاخر. يا جماعه ده سر الاهلي والله، الرجال دول هم سر الاهلي، هم اتعلموا كده. ايوه اتعلموا يعني ايه الاهلي فوق الجميع، يعني احنا مش مهم المناصب. ايوه اصل النجاح اللي هم في حياتهم ايوه حلو قوي انه يتوج انه يبقى موجود في النادي الاهلي كمسؤول، لكن هو يستخدم هذا النجاح في خدمه الاهلي. ايوه اذكر مره كان في يعني ندره في السيوله الماليه لظرف ما. ايوه وهتيجي فلوس. يا بجنيد بعت لنا مبلغ كده، كان مبلغ 3 مليون جنيه. بجنيد محتاجين دي فورا. خده. ابعت حد. ابعت حد. روح بعت الشيك. بعت الشيك من حساب من شركته. لا هتردوهم امتى ولا هتعملوهم ازاي؟ ما الموضوع ولا بيتكلم على فكره بعد. النموذج ده متكرر. حاجة تيسير حاجة والاستاذ ياسين وغيرهم و عاطف سلام وعيله الجرحي انا مش عايز اقول امثله لان حظلم ناس. ايوه لا يتوانوا على التصدي لدعم النادي وقت الحاجه. أيوة. مش عمال على بطال، والاهلي مش بيلجأ لدي عمال على بطال. انما في لحظه انت ما حساباتك كانت في لحظه كده فاكرها انت. ما فيش سيوله، وخصوصا في السنوات الاولى بعد ايه 2010 و11 و12 وكده ظروف النشاط اللي واقف والموارد جافه. فانا بشوف الناس دي فعلا شموع حمراء يجب ان احنا ننور بيها امام الاجيال الجايه. فيها تفاني كبير وفيها انكار ذات بالطريقه اللي احنا عايزين الناس تحب بيها الاهلي يا جماعه. ما حدش يفكر ان انا لا وانا من حقي وانا بقول وانا رايي. ايوه يا سيدي كويس والله ما حدش بيصادر على حقك. لكن كل الناس دي ما كان لها راي، وراي مهم جدا. لكن ازاي نقول وفين من غير ما نصدر التوتر ولا الإحباط للكيان بتاعنا. هو ده عبقرية المكان وعبقرية الأشخاص اللي كانوا بينتموا إليه. عايزها تبقى ثقافة عامة. طموحي أملي الله أعلم. وشوف يا جماعة هي 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 قيمة الأهلي في هؤلاء الرجال اللي حواليه، لأنه إحنا مش بنتكلم بس على حد بيدعم ماديا، لا بيدعم فكريا. لما بتتكلم على قامات اقتصادية من رجال
دول عماد الحركة الرأسمالية الوطنية. ما تشوفوا الشركات مين اللي ماسكها دلوقتي، شوفوا شركاتهم وشوفوا حجم اقتصادياتهم وحجم إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، هتلاقيه حاجة كبيرة جدا. احنا استعرضنا تشكيل كل شركة برئاستها وأعضائها. عايز اقول لك الدكتور بجنيد في كتير من سفريات الرئيس السابق الرئيس مبارك لما كان بياخد مجموعة من رجال الأعمال معاه المصريين الوطنيين، هي ابتدت مع السادات على فكرة، كان بيبقى من ضمن الوفد الاقتصادي المرافق لرئيس الجمهورية الدكتور محمود بجنيد. لما كنا بنروح اليابان في مشاركة الأهلي في بطولة العالم لعلك تذكر، بمجرد ما يوصل الدكتور بجنيد تلاقي الأجندة بتاعته مزحومة ومشحونة بلقاءات ومقابلات وزيارات لشركات عالمية كبيرة جدا هو مرتبط بتعاقدات معاها. متخيلين قامات اقتصادية بهذا الحجم لما تحط فكرها ومجهودها ووقتها لخدمة الأهلي، ويقول لك اشمعنى الأهلي؟ لخدمة الأهلي تلاقي مفيش راجل، عشان كده في شغل. بالظبط، انت لما بتتكلم على تعظيم موارد النادي، تتكلم على حقوق رعاية توصل لكذا، تتكلم على إدارة مزايدة عشان توصل بها إلى، كان الكابتن حسن حمدي رئيس النادي والدكتور بجنيد أمين الصندوق، بيسيب له إدارة عملية المزايدة الأهرام طرف وكل المؤسسات أو الوكالات اللي داخلة في السبق، اللي بيدير المزايدة راجل اقتصادي كبير بحجم الدكتور محمود بجنيد، فبيوصل لافضل رقم يحقق مصلحه النادي الاهلي. فتطلع الناس تقول لك اشمعنى الاهلي بياخد، عشان فيه ناس، فيه افكار، فيه ناس مخلصه بجد. انت عارف يا استاذ ابراهيم، وانا هقولها دي ما هي السر، كله يعمل كده، الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب، وفي فتره الدكتور بجنيد كان بينضم، وكانوا بيجيبوني كرس الشروط، نحط فيها ايه جديد يزود حقوق النادي، حقوق النادي عشان نوصل لارقام اعلى، رقم اعلى، ونقعد كل واحد يجتهد ويفكر، وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا، وتتسلم بقى دكتور بجنيد وعدلي المزايده هو برئاسته وانا موجود، ونقعد نتكلم وندير بقى زونق، والشركات مع بعض ليها طريقه طبعا انك توصل لاعلى رقم وتحفز الشركات. هو الله يرحمه مش عايز كلام. فانا بقول لك السر النو هاو، انت من الاول بتبتدي صح. بتبتدي اللي بيسموها الباقه. انت هتدفع ايه مقابل ايه؟ فانا بقول لك هدي لك كذا وهدي، والسنه دي بقى يا جماعه خلي بالك زودنا لكم كذا، وزودنا لكم كذا، طب واحنا عايزين كذا، طب المزايده الجايه بقى، لان دي خلاص اجراءاتها تمت. واخد بالك؟ ما حدش يقول اشمعنى وشركه كذا واهرام ايه، كله كان بيكسب لانها محطوطه صح، محطوطه انك انت تعظم مواردك من خلال تنميه الباقه. المجلس ده بيعمل ايه؟ دخل باقات جديده اللي احنا طبعا قلنا عليها الباقه الاقتصاديه، المجموعه الاقتصاديه. هو كانت اسوار النادي دي بيتحط عليها اعلانات وبالطريقه وبالديزاين ده وبالتصميم خالص ده خالص. اللي هيتوحد في كل أندية الأهلي وهيعمل كل مقرات النادي، مئات البانوهات اللي هتتباع في الإعلانات كل ده. على فكرة اللي بيقولك اشمعنى الأهلي، هو زمالك ابتدى قبلينا في السور بتاعه والمحلات اللي اتعملت، بس ما كانتش إعلانات، كانت محلات بوتيكات. ده أهم طبعا. أعلن إيه؟ أنا هو الأهلي لو يقدر يعمل محلات ده يروح في حتة تانية خالص. صحيح صحيح. فاللي بيقول اشمعنى، انت قدرت ده ازاي وقدرت ده ازاي؟ دير بالطريقه اللي ايه، تنسى نفسك، افضل عائد، تنسى نفسك وتبقى النادي. فمحدش يجي يقول لك لا، انت خدت اميز موقع وده دوله، اتسمح لك تعمل محلات ودي موافقات دوله، عملت سوق مش موجوده في مصر قبل المولات وقبل الحاجات دي، كان اهم سوق سور نادي الزمالك ده. طب انت عايز ايه؟ عايز يتعمل لك ايه تاني؟ ابتدي استثمر، ابتدي الاسوار دي ازاي تعمل اعلانات فوق الاسوار دي وتاخد موافقات وتتواج، مش تبقى اعلانات شخصيه، لا، حط اعلانات بمدفوعه الاجر، خد فلوس. انت عايز ايه؟ عايز فلوس. المسؤول اللي يجي لك اعطي المحتاج شبكه ولا تعطيه سمكه. بالظبط. فانا مش عايز واحد يديني فلوس، عايز واحد يديني افكار، بدل ما يحجز مكان فيه اعلانات شخصيه، لا، يسيب الاعلانات دي النادي يجيب منها فلوس المساحات دي. وعليه رحمه الله الدكتور محمود بجنيد ادى للاهلي الدعم المالي واداله افكار،
ونفكركم بأحد لقاءات قناة الأهلي مع الراحل الكبير ذات مرة في انعقاد الجمعية العمومية في النادي. أنا دخلت النادي الأهلي الحقيقة من زمان قوي، سنة 56، وكنت داخل بطريقة عائلية مع العيلة، ومن سنة 56 ابتديت أتابع كرة القدم. أنا سنة 58 هيدي كوتي شافني وأنا بلعب كرة، فاقترح أن أنا بكون في الناشئين. قعدت في الناشئين من سنة 58 لغاية سنة 61، وأصبت إصابة بالغة في ركبتي ما قدرتش أكمل. لكن الفترة دي شفت فيها عبود باشا لغاية سنة 58، وكنت الحقيقة بمشي وراه وأنا طفل صغير أشوف هذا الرجل كان بيحب النادي الأهلي قد إيه، درجة حبه قد إيه. بعد كده صالح سليم كان صديق عزيز جدا ليا، وكنا أصدقاء، وكان الحقيقة أنا تعلمت منه حاجات كتير جدا. فالشخصيات دي شخصيات ممتازة، ما أقدرش أنسى كابتن عبد صالح الوحش كان المدرب بتاعي، وبعد ما ساب تدريب الناشئين وبقى مدرب الفريق الكبير الكابتن كامل مسعود هو اللي كان مدرب لينا. كل هذه الشخصيات شخصيات رائعة ممتازة. النادي كان مركزك ايه في الملعب يا دكتور بابي؟ انا كنت انسايد ليفت وكنت سكورر، والحقيقه كان في يعني المدربين بتوعي كابتن عبد صالح الوحش والكابتن كامل مسعود كانوا معجبين بيا جدا، لكن ربنا ما اردش ان انا اكمل في نفس الكارير. وكان عندك الرغبه في الاستمرار كلاعب كوره؟ رغبه شديده في الاستمرار الحقيقه، لان حبي لكره القدم كان حاجه خياليه، وحبي للنادي الاهلي كان زي حبي لكرة القدم. ليه أنا حبيت النادي الأهلي؟ لأن زي ما أنتوا عارفين النادي الأهلي أقيم لأسباب وطنية، والنادي الأهلي ده اتعمل علشان المصريين، وسمي الأهلي علشان أهل مصر، لأن الأندية كانت للأجانب في الوقت ده، وكان نادي الجزيرة للإنجليز، وكان اتعمل النادي الأهلي للمصريين. رحمة الله على صديق الصبا عاشق الأهلي الدكتور محمود بجنيد، يتفقده ربنا برحمته هو وزوجته، ويشفي كل مصاب يا رب. ربنا يوفق كل الشباب المحبة للأهلي. يتغمده، أنا قلت يتفقده، يتغمده ربنا بواسع رحمته. لكن لو خدتوا بالكم من كلمة قالها الدكتور بجنيد، قالوا أنا صغير شفت عبود باشا في النادي الأهلي فتعلمت إزاي الناس الكبار دول بيتعاملوا مع النادي الأهلي وبيحبوا النادي الأهلي. عبود باشا واحد من أكثر رجال الأعمال الوطنيين دعما للنادي، وعمل حاجات تاريخية في النادي، وكان بيدعمه مشروعات مش مسألة فلوس بالضبط، وهو الرئيس اللي في عصره الأهلي خد الدوري 9 مرات، عمل حمام السباحة والمدرج الخشبي، عمل نهضة إنشائية كبيرة وليدة في النادي الأهلي. فشوفوا هو اتعلم إيه من مين. عشان كده النشيد العظيم لفكري باشا أباظة، من شيوخك اكتسبنا مجدنا. أيوة بصوا، انتوا هتلاقوا كل الأجيال كده، هتلاقوا يا استاذ إبراهيم هذا التدرج بين كل الأجيال. صدقني احنا ناس محظوظة، احنا شفنا الكابتن صالح، احنا شفنا الكابتن عبد العزيز الشافعي، احنا اتعلمنا كان بيطلع عبد العزيز الشافعي معانا نشوفه يتصرف ازاي كرئيس بعثة وكسكرتير عام اللجنة الأولمبية، سواء مع منتخبات مصر أو مع النادي الأهلي أو في منصبه. أيوة. الجهاز الرياضي لا، مكان بيطلع كسكرتير، انا حضرته في دوره مونتريال كان رئيس البعثه المصريه. أيوة. سكرتير اللجنه الاولمبيه. أيوة. وشفته ازاي بيتعلم يعالج الازمات، وشفته محظوظين. قيمة. كنا نقعد الكابتن محب يوسف مختار التتش اللي كلنا من اول كل الناس دي اتعلمنا منهم. دي قيم الاهلي وقمم الاهلي، هذه القيم ما كانت لتولد ابدا وتتنامى في هذا النادي لولا هذه القمم الكبيرة. ألف رحمة ونور على الدكتور محمود بجنيد. هنطلع لفاصل وبعده نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا هذه الشموع الحمراء وشفنا كل ما في الغربال، لكن زي ما أنتوا تعودتوا دايما في ملك وكتابة، هناك ناس كتيرة بنحاول نمسك كل كلامهم بيه. بعظمة لسانه التنمر والتقات الخمسة. تنمر بقت اللبانة المرة اللي ابتلوكها كل الأفواه في الفترة اللي فاتت. القضية أخلاقيا خطيرة، محاولة
محاولة المساس بقيمة النادي الأهلي أخلاقيا وجمهور النادي الأهلي سلوكيا في المنطقة دي منطقة خطيرة جدا، ودي مسألة بغيضة لا يجب السكوت عليها أخلاقيا لصالح كل القيم الإنسانية. لأنه لو جمهور الأهلي بيتنمر بهذا الشكل لا يجب أن نوافقه أبدا على هذا أبدا. هو ولو جمهور الأهلي بيتهم باطلا بمثل هذا السلوك غير الإنساني أيضا لا يجب أن نسكت أبدا. اللي يجننك أن الموضوع معكوس تماما. وفي كل مرة نقول لهم ادولنا دليل عشان إحنا كمان نقف معاكم ونقول لكم ده مرفوض محدش يتكلم. أولا التنمر هذا لفظ حديث لكلمة الإساءة اللي تحولت إلى التحرش ثم التنمر. أنت عارف المعجم نمرة نمرة يعني تقلد بالنمر الغاضب الهائج اللي سلوكه بايظ يتربص النمر فالتنمر لما تيجي تشوف تاريخ الإساءات تجد أن المضار الأول من تاريخ الإساءات هو النادي الأهلي، وأن في كل مرة صدر عن حد من جماهيره وحد من عناصر منتمية إليه تصدى الأهلي بمنتهى القوة لهذا الأمر. وقلنا مين اللي اتشطب ومين عشان أساء للزمالك، اللي كان بيرد إساءة بقى كان بيتسب سباب لا يطاقه أحد، يعني في قاعة النادي الأهلي في صالة النادي الأهلي كابتن أيمن رشدي، ولما اتقال له أفضل لاعب كرة طايرة في أفريقيا وقتها النادي الأهلي بيشطبه عشان رد على الجمهور الشتيمة، مش اتوقف بقى شطب، مش الناس اللي عمالة تدافع عن السلوك وتفخر بيه، ده يا راجل ده في صور بيعلموا الناشئين يشاوروا على الجزمة للجماهير ناشئين اتنين شباب صغير عيال صغيرين، تخيل ده هيطلع ضحية ايه، فكر ايه ده مين مثله الأعلى في هذا الأمر؟ يقول لك التنمر. طب دول حد اتنمر بيهم؟ لا، أنت بتدربهم عشان ياخدوا هذا الطريق. ف هو مين اللي أسيء؟ ده يا راجل أنت بتسيء لرمز من الرموز اللي أجمعت كل الجماهير وكل القيادات وكل الإعلام وكل المنتمين إلى المجال الرياضي والكروي على احترامه، وكان كل حد يقول لك يا ريت عندنا واحد زيه الكابتن صالح سليم. وبدأ الإساءة إليه من شخص مسؤول في نادي الزمالك ثم إلى جماهير ثم إلى بعض اللاعبين وبعض اللي خلاص بسك عليه على شخص مش موجود. العالم الرياضي كله كان يحترمه كابتن صالح سليم، فلما يجي يتسبب سباب جماعي في صالة مغطاة لنادي الزمالك في يوم الماتش الباسكت ويتكرر هذا الأمر في ترحيب ورقص و من إمام عاشور وقبليه مباركة ورقص وتفاعل من كابتن شيكابالا مع الجماهير، عارف وقعت إمام عاشور أكتر حاجة تضايقك إيه؟ انك تبص تلاقي هم في الاول استنكروا وبعد كده انقلبت للدفاع. بيدافع عن ايه؟ يقول لك اصل دي صور من كاميرات محطوطه في النادي الاهلي. الله، النادي الاهلي هيحط كاميرات داخل الحمامات؟ ده ايه ده؟ انتوا متخيلين ان دي غرف خلع ملابس الناشئين؟ ازاي حد متصور يا حبيبي دي ناس النادي ممكن يحط كاميرات فيه؟ يا استاذ ابراهيم دي ناس جايه بنشيد وبتغنيه. طيب هو احمد متعب الموسيقى قبل كده، ما ده اللي انا عايز اقوله بقى. اذا كنت بقى بتقول على التنمر، امال اللي حصل؟ انا قلت لك على الراحل كابتن صالح سليم، النجوم الحاليين. طب النجوم الكابتن حسن حمدي، الكابتن ده سلوكه على طرف كابتن عماد متعب، كابتن محمود الخطيب ده سلوكه على طرف، الكابتن محمود الخطيب ده سلوكه على طرف، كلها نماذج راقيه طبعا راقيه لم تنساق الى هذا الامر معاكم في اي لحظه. والشباب وبعدين هو التنمر ولا سموه التصرفات العنصريه لما تيجي على الكابتن حسين الشحات وما تعرض له واسرته واسمه واسمه ومؤمن زكريا وكابتن مؤمن زكريا ربنا يشفيه، انتوا بتقولوا ايه؟ الامثله
عشرات الأمثال. يا جمهور الزمالك والله العظيم بيقولوا لكم حاجات لو فكرتوا فيها خدوا الكلام ده وحققوا فيه. إنما هو طب بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا الجماهير. طيب. اللي بيشحنوها عشان ياخدوا موافقتهم. عشان تيجي تتهم حد من الجماهير بالتنمر. إيه الهدف؟ إحنا ليه بنقول لكم التقات الخمسة؟ لأن هي دي جريمة. جريمة أخلاقية فادحة كمان. أول حاجة فيها بيضرب لك في وتر حساس جدا بهدف التمييز. فتطلع أنت عند زاوي بشرة ما أن أنت نادي عندك تمييز عنصري. ده مش بس تمييز. يروح مميز عليك بتمييزه أنه ده ما حصلش يقول لك لا حصل. يا عم جبت ده منين؟ لا حصل. ورينا. طب ورينا. لا ما حصل. فيعمل تمييز ويعمل تمييز ويدلس على الحقيقة. الحقيقة اللي كل الناس شاهد عليها في تدليس عليها. مش عشان كده بس. علشان أي كلمة اتقالت من الجمهور يحصل نوع من التلبيس للحقيقة. أنت حاجة ما حصلتش. يا أستاذ إبراهيم بس خلينا الأول خلينا عشان أنت بتقول كلام مهم جدا. آه. الناس تفهم هو ليه بيتعمل كده. لأن أصبح الملجأ الوحيد دلوقتي مغازلة الجماهير حتى لو بالكذب والافتراء. فيدبسك في مشكلة كبيرة. انت دلوقتي مش قادر تجاري في جانب معين. فتقول له الحق اصله دول بيعملوا كذا بيعملوا كذا. فتخيل انت لما قيمة نجومك تبقى في انها بتسيء للنادي الاهلي فدي تعجب حاجات. تعجب جماهير تانية. لان اصله يستاهل لان الجمهور والاهلي بيعمل كده معهم ما بيحصلش. وإذا حصل كده الأهلي بيتصدى. طيب أفهم إنه الناس ممكن تحاول تدبسك في قضية كبيرة زي كده. تحاول تسألك. الغريب إنه ردات الفعل الإعلامي بقى والصحفي ألاقي ناس كتيرة مشيت في الطابور ورا الناس اللي بتتكلم ومحدش سأل نفسه هي في مشكلة بجد ولا لأ؟ هو حصل نوع من التنمر ولا لأ؟ لو حصل أنا قلت لكم في البداية أكثر الناس رفضا لده تفسيرك وأكثر إيه؟ الناس مكافحة ومناهضة لأي سلوك في تنمر أو في عنصرية تفسيرك عنصرية. إيه لما حاجة تتعمل وناس من أصحاب الرأي والرؤية يدعموا هذا التوجه على الهوى دون تدقيق على الهوى تفسيرك إيه على هواهم إن في اتفاق هذا أمر متفق عليه أنا هقول وأنت تدعم فتبقى الموضوع ده عند بعض الشباب الصغير موجود وبقى حقيقه ويستاهلوا ما هو الاهلي يستاهل طيب انت لما جيت اخر ماتش اللي هو بتاع الاشاره على الحذاء اولا انا رحت سالت فقالوا لي الجمهور كان 25 من النادي الاهلي والصحفيين وبعض المسؤولين في الاستاد وبعض الحاجات دي برضو بعدد بيدخلوا ناس جم في المكان ده ما كانش ده مكان جمهور الاهلي ما كانش ده ال 25 بتوع النادي الاهلي واخد بالك وجمهور لحد ولم يصدر من الجزء ده اي شيء انا هجيب وعلى فكره ولم يصدر من الجزء ده اي شيء هجيب لك انا شهاده اقوى كمان فلاقي على سبيل المثال في بعض المقالات من كتاب واحد زي الاستاذ محمد السيد صالح كاتب كبير في المصر اليوم الراجل بيتكلم عن قسم عادلة وبيانات كورونا وشيكابالا والتنمر والراجل في رفضه لهذه الظاهرة بيقول وقعت هتافات العنصرية ضد شيكابالا ومن قبل خطاب الكراهية الذي يتعرض له حسين الشحات على مواقع التواصل الاجتماعي يكشفان مدى الخلل في لوائح الرياضة المصرية بتفق معاه لو في وقائع بجد أيوة. تواجه لائحية بجد لو في وقائع بجد يعني حسين الشحات يتعرض لإساءات بغيضة جدا وكريهة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة مثبتة موجودة النص موجود وبيختم في الآخر كمان الأستاذ محمد سيد صالح بيقول قنوات الإعلام الرياضي في مصر تشارك بشكل أو بشكل غير مباشر في المهزلة لضعف اللوائح باتحاد الكرة مع ميول عدد من الزملاء حسب الأهواء والمصالح والبحث عن مبررات أو إلقاء اللوم على تاني واللوم يجي على النادي الاهلي فيرد كمان جمال الزهيري في اخبار اليوم اشفق تماما على شيكابالا نجم الزمالك اللاعب دائما يتعرض لهتافات خارجه في مباريات القمه واحيانا تطوله
ألفاظ عنصرية بحتة، لكنه بيقول إن أنا، ده كلام أسامة أبو زيد بالمناسبة، بيقول إن أنا أشفق على شيكابالا نجم الزمالك، اللاعب دايما يتعرض لهتافات خارجية. يعني ده كلام الأستاذ جمال ولا أسامة؟ ده أسامة أبو زيد. من سبب تواجد هذه الجماهير في القمة؟ الراجل شاف، خدوا بالكم أسامة أبو زيد رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي. جمال الزهيري في أخبار اليوم بيرفض إدخال الأهلي طرفا، وبيقول لا يختلف واحد فقط على مدى وحشية المتنمرين على شيكابالا، لكن ليس شيكا وحده بل على أي إنسان آخر. وبيقول جمال الزهيري أرفض محاولات مستميتة من البعض لإدخال الأهلي طرفا، مع أن التنمر يمارسه الجميع للأسف، ويقومون بتسخينه وكأنهم يريدون جنازة ليشبعوا فيها لطما. يمارسه الجميع. فاكرين لما كان مرتضى منصور يعمل مداخلات ويمارس التنمر بحق كل، لا ده مش التنمر بقى، ده السباب والشتيمة، وخلق ده وده وشكل ده، من الزمالك ومن الأهلي ومن كل حتة، محدش كان بيتكلم، محدش كان بيغضب، محدش كان بيرفض هذا التنمر، ولا كان حد بيقول إن ده تنمر حتى. كان هؤلاء يكتفئون بهز الرؤوس، ولا كنا بنشوف لا غضبة في الإعلام ولا في الصحافة، ولا حد واخد باله من هذه الجريمة الإنسانية اللي بترتكب في حق كل الناس. ده كان جهارا نهارا يا جماعة. اللي الناس دلوقتي غدة الضمير الإنساني نشطت جدا، وبقت الناس بترفض. أنا معاكم، هو أنا أنت بس كنتوا فين؟ أنا عايز أسأل سؤال. هو لما يتقال هذا الكلام مش فيه لا ضبط الأداء الإعلامي؟ طبعا بينده وبيحقق. طبعا حقق. إذا كان ده صحيح خد قرارك، إذا كان مش صحيح طلع بيان يشجب هذا. برافو عليك. طب ده صحيح أو مش صحيح؟ اتحاد الكرة ده بيعمل إيه؟ اتحاد الكرة بيوفد في كل مباراة مراقب. هذا المراقب موجود بيكتب الشاردة والواردة، وبناء عليه بيتم اتخاذ عقوبات. هل مراقب مباراة القمة اللي حصلت فيها هذه الواقعة اللي اتشاور لجمهور الأهلي فيها على الحذاء، هل جمهور الأهلي مارس هذا التنمر؟ هل جمهور الأهلي استحق هذا الرفض؟ مش رأينا، مش هنقول رأينا، ولا هقول لكم رأي الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين. لا، روح للشخص المسؤول، روح للشخص اللي اتحاد الكرة عينه مراقب لهذه المباراة كمسؤول عن سلوكيات الملعب. ايه؟ الدكتور ياسر عبد العظيم، مراقب مباراة القمة، مداخلة صوتية مهمة جدا، وشهادته اللي بدايتها جملة مهمة جدا نسمعها. اقسم بالله العظيم وحق من اصطفى عمر ابني شهيدا، لم يحدث غير الفاظ عادية تخرج عن اطار الادب فقط، ليس فيها عنصرية على الاطلاق. بالضبط، هو اثناء خروجه لم يتجاوز ضده احد، بل بالعكس كان في بعض انصار الزمالك بيشجعوه. هو نظر الى اين يجلس بعض مناصري النادي الاهلي واشار الى حذائه ثلاث مرات على مقربه مني، كان بينه وبين تقريبا متر ونص او مترين. وبعدين بعد ما شاور على حذائه، حتى حد كان بيقول يعني ده حين احنا ده يقصدنا يعني، وحد شتم بلفظ بصوت عالي واحد او اثنين، يعني مش عايز اقول يعني الفاظ عاديه اللي بتحصل في كل ملاعب الكوره يعني. انما ولم يخرج الموضوع عن هذا الاطار ابدا يعني، قلت له راح على الجهاز بتاعه قبل ما احضنه بالبوس، وده حقهم يعني هم حر. انا باكد عليها وبقول لكم انت لايف على الهواء اهو، لم يقصدوا اولا اي استفزاز من اي حد من المناصرين للنادي الاهلي، الا ان الذي حدث هو رد فعل الطبيعي للسلوك والتصرف الغير اخلاقي والغير رياضي الذي قام به اللاعب محمود عبد الرازق الشيخ. الدكتور ياسر اقسم بمن اصطفى ابنه شهيدا بالله سبحانه. مفيش اغلى من كده، مفيش اغلى من كده. تخيل ان الدكتور ياسر يتعرض للتنمر هو وابنه الشهيد عشان قال هذا الكلام والهجوم، واتهم ان هو بيدلس عشان ده راجل ميوله اهلاويه. مع انه سبق وان ادان عناصر مهمة في النادي الاهلي. طبعا. وبرضه ما حدش كان سمع ادينه ليه يعني، والاهلي لم يتوقف ولم ما عملهاش مشكله. هي الفكره كلها. وخلي بالك دائما انت اما تبقى جمهور هذا مرفوض ويجب ان يصدر عقوبات. يا سيدي قول ما تخش ما دخلش الجماهير زي ما اتحاد الباسكت عمل في الاخر.
الجماهير ايه اللي 25 و30 و41 و55 فين الجماهير؟ اذا كان في حد محدد يتقبض عليه خلاص؟ في اي ملعب مع اي حد. لكن اللعيب ده فرد صحيح وقدوه ونموذج ومرصود ويرصد تصرفه فبيبان تصرفه. فلما نقول يعني طبعا حدش فينا بيرضى انه يتشتم طبعا، بس مش كل واحد فينا هيتشتم هيعمل كده. ليه؟ لانه عارف انه مرصود. يعني انت بتبقى انت الناس عارفاك في الشارع، واحد يخبطك واحد يشتمك في بتاع ما بتردش لانك عارف ان الناس هتقول لك في ايه يا استاذ ابراهيم. مجرد كلمه ان الناس تتعرف عليك بتخليك انت بتحاول انك ما تحطش نفسك في الموقف ده. هنعتبر يا سيدي انك انت حساس جدا وبترد، لكن يبقى في خطا. ما هو ده خطا هتقول لي الفعل ورد الفعل الفعل ورد الفعل المفروض الاثنين في حساب. بس لو كان حصل والراجل بيحلف بابنه وبيحلف باللي اصطفى ابنه ده بيحلف بالله عز وجل. طيب اذا كانت القاعده البسيطه ضروره التثبت والتاكد، يعني يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني حتى الناس اللي بتكتب قبل ما تصف جمهور وقبل ما نسكب هذا البنزين على هذه النار في اتهام بغيض كانت الناس الاولى تتاكد ده حصل ولا لا، هل ده حصل ولا لا، ومراقب المباراه هو المسؤول. وهل بقى بالقياس ده بالعكس مسموح بيحصل من الجماهير الاخرى ولا لا؟ طيب يجي يتهم الاهلي في محاوله تمييز عنصري بقى مرفوض وبغيض، ما حصلش. النادي الاهلي محدش واخد باله، النادي الاهلي اول نادي في مصر يتعاقد مع جهاز فني من افريقيا السمراء الجميله يقود طموحاته وجماهيره. بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ ازاي عايزين تلبسوا النادي الاهلي قضيه زي كده عنصريه؟ بقول لكم مستر بيتسو موسيماني والجهاز المعاون هو ده مش بيعكس احترام، مش ده بيعكس قيمه تقديرك وان انت عمرك ما عندك هذا التفكير العنصري اللي الناس بتحاول تلصقه بيك. هو نادي الزمالك الشقيق الكبير مش طول عمره فيه نجوم سمراء جميله ارتبطوا مع النادي الاهلي بافضل علاقات الصداقه والود والمحبه؟ هو حد نسي ابراهيم يوسف ولا اسماعيل يوسف ولا الكابتن طه بصري؟ هفكركم ان الكابتن ولا كابتن عمر النور ولا كابتن طه بصري نفسه عليه رحمه الله. كابتن طه بصري هتشوفوا فيديو دلوقتي وهو بيشتكي من اللي حصل من الكابتن شيكابالا ضد الكابتن حسن شحاته. لو كانت الناس ساعتها سمعت قيمه زي الكابتن طه بصري كان ممكن شيكابالا ده سلوكه يقوم ويكون واحد من كبار لاعبي العالم بجد على حسب موهبته الكبيره. لكن للاسف الناس احتضنت الخطا وما سمعتش كلام الكابتن طه بصري. الحدث اللي فرض نفسه على الساحه هو استقاله الكابتن حسن شحاته. هو طبعا الاستقاله هي يعني مش مفاجاه بالنسبه لي لانه الصوره اللي احنا شفناها في مباراه المغرب الفاسد كانت طبعا يعني كانت غريبه علينا شويه وغريبه على الساحه الرياضيه انه لاعب بيطلع بالشكل ده. هو طبعا رد الفعل كان لازم ننتظر انه مجلس الاداره او كجهاز فني قرار صارم. فانت لما تيجي عند الكابتن حسن شحاته لازم تعمل ستوب وتوقف وتعرف انت هتتناقش مع مين. كابتن طارق السؤال اللي لازم هيساله لنفسه، انا بعد ما بطل جبت كام بطوله لنادي الزمالك؟ هو ده السؤال. انك طب انا كمدرب اللعيب ده هو نازل الملعب تاني هتعامل معاه ازاي؟ بالظبط. ده القرار الصح بقى انك ما تيجي تقول كنادي الزمالك يعني للمستقبل وانك انت تحط يعني اللعيبه على الخط زي ما بيقولوا الخط المستقيم كده، ان اول حاجه بقى يعني كاداره بالظبط ان ايقاف من يعني انت من بداية بتقر ان لابد يكون العقاب قاسي ورادع قاسي جدا علشان ما يتكررش هذا من شيكابالا او من غيره. ده كان راي الكابتن طه بصري صاحب البشره السمراء في الكابتن شيكابالا وموهبته زي ما انت بتقول اللي كانت ممكن تقوده الى مناطق اخرى خالص. ايوه. طب انت مش ملاحظ حاجه يا استاذ ابراهيم؟ هو كابتن طه بصري كابتن شيكابالا الان
مش بيعيش اعلى درجات النجوميه بالنسبه لجمهور الزمالك. عمره ما جمهور الزمالك ارتبط بالكابتن شيكابالا زي الفتره الاخيره دي، صح ولا غلط؟ يعني هم ابتدوا يقولوا ان ده اعظم لعيب في الكون دلوقتي. كان رايهم مختلف من فتره. ودي حاجه قال لك احسن من محمد صلاح بالنسبه لهم، وهو راجل موهوب مش عايز مناقشه، موهبته عاليه جدا جدا. انما طب تفسيرك ايه لماذا يعيش الان وهو يكبر في السن اعلى درجات التواجد؟ هل عشان الهدفين اللي حرزهم في الاهلي في الفتره الاخيره، ولا هناك اسباب اخرى في رايك؟ انا في تقديري لمجرد دخوله على الخط في ازمه مع جمهور الاهلي عليت قيمته عند جمهور الزمالك. اذا المساله انك انت لو اسات الجمهور الاهلي، الانتاج الفني نفسه مش موجود. لو اسات الجمهور الاهلي، اصل الظاهره دي لفت نظري، لعيبه كتير جدا في الفتره الاخرانيه عملوها. واخد بالك؟ يعني اخرهم امام عاشور، مش اخرهم، احدهم يعني. وتشوف بقى اللعيبه المعتزله اللي لعب من 6 اشهر في الزمالك او سنه في الزمالك، الناس ما حدش يذكرها بالاسم، والمزاد اللي مفتوح بدات تذكر عشان بتشتم الاهلي. ده على السوشيال ميديا وعلى الوسائل. لو قلت جمله تعرفوا بيها مش هتلاقي. اذا المساله ليست فنيه ولا تربويه، ولا حد جه ناحيه دول اتحرش بيهم خالص. لكن انت بمجرد ما بتغازل جماهيرك بما يسيء للنادي الاهلي او جماهيره، او وهنا بنخش في العنصر اللي انا رافضه واللي عمال انبه عليه، المكايده. نحن في زمن المكايده، المكايده اصبحت تجاره. وانا كنت بقول التحفيل اللي اتقلب الى مكايده. الناس عايشه يا جماعه مش كره قدم. والله برافو عليك، لان حته المكايده ديت فكرتني باللي كاتبه الاستاذ محمد سيد صالح على دور الاعلام. المهندس عدلي اشار لحته المكايده، وانتوا هتلاقوها موجوده كتير في بعض البرامج، اسئله بتطرح بهدف المكايده. ده فقره معموله كده، واحده مكايده واحده اهلاوي. فين مسؤوليه الاعلام بجد؟ لدرجه انه خطا منهجي غريب وعجيب يطرح. هو مين احسن؟ حسن شحاته ولا الخطيب؟ هو مين احسن، الخطيب ولا شيكابالا؟ ايه علاقه الخطيب بشيكابالا؟ ايه العلاقه بجد؟ هو مين اكتر على السوشيال ميديا، ده ولا ده؟ الاسئله اللي جابتها بين قوسين اللي المهندس عدلي بيقولها، الهدف هو المكايده عشان يحصل تفاعل، تحصل مشاهده وتحصل متابعه، والجمهورين يمسكوا في بعض، والناس تمسك في بعض. فين المسؤوليه؟ ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. اسال عن الاهلي بما يخص الاهلي، واسال عن الزمالك ما يخص الزمالك. لكن على ذكر حته ان جمهور الاهلي يتهم، اصل جمهور الاهلي قال وحدوه وقال ما معناها انه شيكابالا مات في الملاعب او مات كرويا. شيكابالا موهبه كبيره، شيكابالا الانسان الموهوب يعني. بص يا استاذ ابراهيم، لكن سلوكه كان محتاج. اللي قالها كان يقصد المكايده، خلاص. عارف مين اللي قالها؟ ما هو طبعا مش الاهلي. ما هو اول من قال هذا الكلام نصا وحرفا في العنوان واحد زملكاوي زميل صديق عزيز، الاستاذ عمر الايوبي. عمر الايوبي احد مسؤولي قناه الزمالك في التشكيل اللي فات، كتب الكلام ده في اليوم السابع في سبتمبر 2015، من 6 سنين. العنوان الصريح لعمر الايوبي وقتها، عمر الايوبي يكتب البقاء لله، شيكابالا مات كرويا. ايه رايك؟ ده كان سنه كام بقى ده؟ 2015، سبتمبر 2015، يعني من 7 سنين او 6 سنين. من 6 سنين. فتيجي انت تتهم ان جمهور الاهلي قال، يا جمهور الزمالك الشقيق الكبير، جمهور الاهلي ماله؟ هل ده يعقل؟ ونفضل نتهم الجماهير ونفضل نغذي، وهو ده مشاكل الجماهير مع بعضها. استاذ ابراهيم، الاستاذ عمرو الايوبي قالها وانطلقت وبات افيه بعد 4 سنين، ما حدش تنبه لها وقتها. ايوه. طلعت امتى؟ لما حصل الاحتكاك بين النجم اللاعب الموهوب شيكابالا وجماهير الاهلي. جماهير الاهلي. فبداوا يمسكوا البعض، فابتدوا يطلعوا الكلام ده. فتلبسها الجمهور الاهلي. ما هو لبسوها. لان هو اللي قالها له وهو طالع كان بيقولها له وبيضايقه. بس هو بقى ما كانش يتضايق. طول ما انت بتتضايق، يعني انا لو واحد قال ايه؟ الراجل الكبير فلان فلان واتقالت لك، ما هو مش قال عليا كبير في السن ده مش عارف ايه؟ ولا واحد يقول لي يا عم انت سنك ايه اللي يغيظني في كده؟ ما انا كبير في السن وفي القيمه. بصرف لا، لو في القيمه
انت تقول كده كتر خيرك اللي بيقولها لي بقى عشان يكيدني. اه وانت لسه انت اللي مش عارف ايه اللي خلاص تكيدني. حتى لو اتضايقت مش هظهر لك انك انا متضايق عشان ما تستخدمهاش ضدي. صحيح ما تستخدمهاش ضدي. صحيح. فانا عايز اقول لما تكون انت راجل معروف في مسؤوليه لهذه الشهره. بالظبط بالظبط. غير الجمهور اللي يجب ان اللي يعمل كده برضه يتقال له عيب او يحاسب اذا أيوة. كان الخطا الى درجه. عارف انا عارف انا معاك نهايه الكلام ده ايه يا جماعه؟ اللي دخلوا الاستاد 25 واحد من الاهلي و25 واحد من الزمالك. لو عايزين تحلوا بقى من الاخر اسمائهم موجوده، كل نادي بيقدم كاش فيه 25 زي واحد. جزء من الاعلام وجزء من المسؤولين يقعدوا لوحدهم بقى دول. يجب ان يقعدوا لوحدهم. حاسبني كاهلي على ال 25 واحد اللي دخلوا. لو صدر منهم حاجه اوقف الكشف ده بالكامل، دول ما يخشوش ثلاث ماتشات. لما يجي لك كشف فيه حد لا اوقف المسيء، ما فيش حاجه اسمها بالكامل يا استاذ ابراهيم. اوقف المسيء. لا حتى لو انت مش هتقدر تحدد الشخص، انت عندك 25 واحد السيئه تعم على ال 25. استاذ ابراهيم ده صوروا واحد اتاري كان بيتكلم زميله. اه بالتحري والتحقيق كان منفعل بيكلم واحد زميله بيردوا على بعض في الماتش. فاحنا هنا واحنا ختام جزئيه التنمر ديت واحنا بنرفض هذا السلوك البغيض بنقول لو صدر يحاسب فاعله. على فكره لما تعاقب النادي الاهلي ب 50,000 جنيه يعني الشخص الواحد من 25,000 2000 جنيه في جمهور في 25 داخلين مجانا، فالنادي عمل ايه طيب عشان يدفع هذه الغرامه؟ اللي مراقب المباراه نفسه قال لك ما حصلتش. فالناس مشيت ورا كلام. طب انت وصلتني لحاجه دلوقتي. اه طب لو حصلت وعرفنا نحدد الشخص، ما هو سهله انك تحدد الشخص. خلاص يسأل قضائيا. مش بس قضائيا، يدفع هو ال 50,000 جنيه. طبعا طبعا ما انت عرفته اداريا وقضائيا. ما انت عرفته. اه زي بالظبط الموبايل اللي اترمى على الكابتن رضا البلتاجي. آه. من عيده مجلس اداره وقتها وخلوها طوبه. اه وقال لك طوبه ما كان كان موبايل. ويقول لك جول حسن شحات. اه وعشان يتعادل ماتش. آه. ان هي يعني مش عارفين مين. لا عارفين نهايته. التنمر كسلوك مرفوض، سلوك بغيض يجب ان يكافح ويجب ان الكل يتضامن ضده، ده لا خلاف عليه. بس يكون حصل. بس يكون حصل. ايوه. ولما يحصل عاقب نحدد فعل. نحدد الشخص المسؤول وعاقبه. وفي نفس طب الوقت انا اقول لك حاجه، اللاعب يكون على هذا القدر حاجة. من المسؤوليه. اقول لك حاجه، اتحاد الكره ممكن يقول لك انا مالي اوجع دماغي ليه؟ طب خلاص حط عقوبه على النادي اذا لم يتوصل الى الشخص. انت مثلاً. مسؤول عن فعل ده. اه انت بقى عايز تحاسب الشخص ده حاسبه. بالظبط. وانا عندي الاسماء. شوف احنا بنقول لكم على مسؤوليه الاهلي ان كان قد وقع هذا السلوك. بس لما يكون ما حصلش ومراقب المباراه ما يصحش الاعلام يقول حصل. ده مش بس كده، ده اللي جاي واحد حصلت منه واتشافت صوته وصوره ولسه الناس بتكابر. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم. إذا كانت قضية التنمر وضحت تماما مع كل الرفض ليها، بس مع كل رفض محاولة التلبيس فيها، حاسبوا الناس على أنه ده حصل وتأكدوا أن ده حصل. لكن لما يكون بصوت وصورة لاعب زي إمام عاشور، ودي المشكلة ودي بجد هي دي المصيبة. إحنا بنتكلم على ناشئين، بنتكلم على ناشئين في النادي الاهلي ومعاه مجموعه من الناشئين ويمارسوا السب المباشر والاساءه البغيضه الشديده في حق رموز وقيادات ونجوم النادي الاهلي. كان الناس الحريصه على السلوك والحريصه على العلاقات الكويسه هي اللي ترفض ده. زي ما النادي الاهلي بقول لكم شطب ايمن رشدي احسن لاعب طايره في افريقيا لمجرد انه راح رد الشتايم على جمهور الزمالك في مباراه كره سله. دي المسؤولية، وده اللي كان منتظر وده اللي كان المفروض يكون. لكن حتى لما اتحاد الكورة يوقع عقوبة على إمام عاشور يا باشمهندس يتقال أصل النادي الأهلي ضغط علشان إمام عاشور ياخد 12 مباراة وما يترفعش عنه أو الالتماس بتاعه ما يتقدمش. أنا عايز أسأل سؤال بس لأنه محيرني جدا. آه هو إيه الغرض من العقوبة؟ أي عقوبة؟ يعني أنت الردع أو نيل الشخص، تهذيب الشخص، الشخص يشعر انه لما يعمل كده يبقى غلطان وهيتعاقب. بتهذب سلوكه، انت بتخليه انه ما يغلطش. ايوه بتحميه، بترتقي بيه وباخلاقه. أيوة. اه الكارثه ان العقوبه تتوقع وتنفذ والشخص ما يحسش انه غلطان.
وده اللي اتعمل بالظبط. دفاع المسؤول عن اللاعب عن سلوك اللاعب رغم انه ابتدوا كلهم بيقولوا لا ده غلط ده غلط ده غلط. ها هو ليه الاهلي كان بيبادر لما لعيبه يغلط ان هو يعاقبه قبل ما الاتحاد ما ليه؟ عشان يكسبه قدام. أيوة. عشان زمايله ما تعملش كده بالزبط. عشان يقول السلوك ده مرفوض عشان تردع. طيب الكارثه بقى ان كمان لعيبك يتوقف وما يتعلمش الدرس لانه يحس انه مش غلطان فتكون النتيجه لما يغلط الناس هتقف معاه ودافع عن خطأه فيتمادى. وده اللي شفناه ان اتنين لعيبه ناشئين في صوره واقفين كل واحد فيهم عنده 12 ولا 13 ولا 14 سنه بيشاوروا على الجزمه وكانه قالوا لهم ومتصورين بعلم اولياء امورهم ومصورينهم على مواقعهم وفرحانين بيهم. انت بتعلم ابنك ايه؟ انت بتعلم ابنك انت حر فيه على فكره بس مش هتقدمه للمجتمع بتقدمه هيتعامل مع الناس ده يوم ما يبقى نجم بقى هيعمل ايه او ده؟ يتعامل مع الناس في الشارع حتى ما هو انت ما هو يعني حاجة والله الواحد ما ساعات بيبقى مستغرب هو ده مصلحه ابنك يعني انت اللي بتعمل هذا الكلام هو ده مصلحته مصلحه المجتمع يعني احنا امتى هنحض على الاخلاق الحميده وليه ليه بنقول اخلاق ليه الاديان كلها بتطالب بالاخلاق الحميده ليه الاديان كلها يا اخي ده بقول لك لا تسب الهتهم حرصا انهم ما يردوش السباب طب بالظبط طيب هتقول لي الجمهور بيعمل كده يا سيدي تعالى نتصدى لكن الرد على الجمهور حتى لو انت رد فعل وده مش صحيح انت احيانا بتاخد زمام المبادره لجمهور ما تقدرش تسيطر عليه طب انت دلوقتي مفيش جماهير تقريبا والناس طيب. اللي بتخش وخارجه عارفه طيب امام عاشور الزمالك يقدم تظلم او التماس للجنه الاستئناف عشان يشيل العقوبه فيتقال اصل النادي الاهلي ضغط انه تظلم امام عاشور ما يتبحثش ده كلام فيرد رئيس الاتحاد الكوره المهندس احمد مجاهد بمفاجاه اخرى امام عاشور ماذا تم بخصوص موضوع امام عاشور لان نادي الزمالك ذهب وعمل محضر في الاسم ان الشكوى بتاعته ما ظهرتش حاجات كده يعني كلام برضو عايزين نعرف حقيقته منك يا باشمهندس انا هقول لحضرتك بمنتهى البساطه كابتن هو حضرتك لما التظلم ده ما جاش معناه ان امام عاشور عقوبته مستمره مش كده ايوه طب ما هو كان من الاسهل بدل ما نعمل كل اللف والدوران ده ما تعرض خمس تظلم لخمس لاعبين واترفض يعني فضلت عقوبتهم ما كان بدل ما يبقوا خمسه ما كانوا بقوا سته لو هي يعني احنا مركزين قوي في الموضوع ده ان هو لازم يفضل موقوف طب ما كانت عرض اسهل اترفض انما الحقيقه انا بقى اقسم لحضرتك احنا لم نجد هذا التظلم والاستئناف في الاتحاد اساسا طيب ده رد سؤال الكابتن مجدي عبد الغني وده رد الاتحاد وده هو رد من رئيس الاتحاد وهم دخلوا معايا لا حصل لا ما حصلش طب احنا ما دفعتوش فين البتاع ما عندناش الكلام ده قال لك البينه على من ادعى هات لي ما يفيد ان انت قدمت طيب لحد النهارده ما احنا مش متاكدين ايه اللي حصل طب ما تشوف المستشار عادل الشرباجي نفسه وهو راجل قاضي كبير هل الاهلي ضغط علشان تظلم امام عاشور يترفض وهل حصل تظلم اصلا ولا لا المستشار عادل الشرباجي طيب دلوقتي احنا كان في كلام عن جواب اتبعت من النادي الزمالك والنهارده تم جواب تاني اتبعت من اتحاد الكوره يقول ان مفيش استئناف بخصوص اللاعب امام عاشور تحديدا. بص يا كابتن محمد انا بيخطروني بان في تظلمات قدمت في موضوع ما فبدعو لجنتي وبقعد اشوف التظلمات وافصل فيها. فانا النهارده اذا مرور العشر ايام من يوم 14 ليوم 24 وفتره الاجازات وانا عملت لجنه في يوم اجازات. وجت اللجنه وحضرنا وجينا طلبنا التظلمات اللي في هذا الشان. فقدم لي تظلم نادي الزمالك وتظلم النادي الاهلي. فوجئت ان تظلم نادي الزمالك المقدم لي عن خمسة لاعبين من الشباب فاستعلمت هل في تظلم آخر هل الكابتن إمام عاشور قدم تظلم بنفسه أو النادي الزمالك قدم تظلم له
قالوا هذا هو التظلم اللي يوصلني. معلش يا فندم انا لازم اوقف حضرتك هنا، هل ده كلام يعقل انا ممكن يعني حد يستوعبه؟ معلش يعني بقول لك ايه، بقول لك ايه، اتفضل يا فندم. اذا كنت هتقول لي كلام يعقل انا بحكي لك واقع حصل. والله هو سؤال يعني بيقول له كلام يعقل، طب ما هو الكلام الغير معقول ان سته يغلطوا فيتبعت خمسه ويقول لك اصل بعتين ده لوحده. هو هو الواقعة ايه؟ مش هم الخمسه دول كان بيتحاسبوا على الواقعة دي ولا كانت واقعة تانية مختلفة؟ نفس الواقعة. نفس الواقعة. طيب ما نفس الواقعة يعني على رأي كابتن أحمد مجاهد ورأي المستشار عادل الشربجي اسمه ما اتحطش معاهم ليه؟ طيب علشان عقوبة مختلفة. ممكن الراديو يقول لك أصل دول 12 ودول 8 فقلنا الثمانية لوحدهم. طب فين؟ طب وإيه إيه إيه اللي يخلي الاتحاد إذا كان هو هينظر ويرفض، ما هو إذا كان هو مش عايز ينظر عشان ما يرفضش، طب ما هو نظر ورفض، ما ينظر ويرفض. يعني أنت لو بعت شكوى الشكوى جماعية بس المسؤولية مختلفة، ده تصرفاته اختلفت عن دول، فدول خدوا 8 وهو خد 12، كان يقدر لو وصل له الاحتجاج بالطريقة السليمة أو يثبت الزمالك وقالوا لهم كده هتقولنا ما يثبت أنكم تقدمتوا بهذا الاحتجاج وإحنا نعيد البحث. دلوقتي العقوبة خلصت، أنا والله ده اللي مستغرب له، لم يستفد منها اللاعب. لأن هتقولي إزاي يستفيد اللاعب العقوبة؟ إنه يتعلم إنه لو عمل كده بدل ما يبقى يفخر بيها. بالظبط، ويلاقي اللي دافع عنه. والأهلي ملوش أي علاقة زي ما أنتم شايفين، ده قاضي كبير وده رئيس اتحاد الكورة. لا يتدخل إزاي وأصلا مفيش التماس. بحسب تأكيدات الاثنين. وقالوا البينة على من ادعى، هات لي ما يفيد ان انت سددت الرسوم بتاعه الاستئناف، او هات لي ما يفيد الرقم الوارد اللي وصل. اقول لك قدمت الطلب، اصل هي الفكره هي اجراءات. فانت باستمرار بتزج بالاهلي، زي ما يجي مثلا اتحاد الكره يعين الكابتن امين عمر حكم لمباراه القمه. كابتن سيد عبد الحفيظ اتحقق معاه علشان قال انه الكابتن جهاد جريشه بعد كل خطا مع النادي الاهلي يطلع يعتذر، قال لك لا ده سيد قال بيتصل بيا، انتوا جبتوا بيتصل بيا دي منين؟ يعني هو انت بتحاسبني على اللي انا قلته ولا اللي انت نفسك ان انا اقوله؟ انت بتحاسبني على اللي في نفسك انت، مش على اللي بيطلع من لساني. سيد عبد الحفيظ يقول لك جهاد جريشه يغلط يطلع يعتذر لنا. وده اللي حصل. وده اللي حصل لانه مثبت بصوت وصوره منه وعلى صفحته. مش اتصال على فكره، لبسوه حاجه تانية خالص. فلما سيد راح وموقع في الجول اعتذر عن الخطا المهني الكبير اللي نسبه لسيد، الراجل في المحقق في اتحاد الكوره شاف انه سيد عبد الحفيظ ما اخطاش وما قالش انه هو ده الموقع اللي كتب اعتذر وراح اعتذر وقال لك ما قالش كده واحنا فين غلط. قال لك اشمعنى برأته سيد عبد الحفيظ؟ برأه سيد عبد الحفيظ عشان اصلا انت الواقع ما حصلتش غلط. ايوه الواقع من الاصل غلط، وفي الجول زي ما انتم شايفين اعتذر. لكن ما علينا، تيجي ليله مباراه القمه شوفوا بقى الكلمه بتاعه سيد عبد الحفيظ لوحدها انه يجي يخضع للتحقيق ويتغرم ويتوقف و طب لما يطلع راجل مسؤول في اللجنه التنفيذيه لنادي الزمالك ليله مباراه القمه ويتهم الحكم اللي هيصفر بكره ويحكم المباراه ان ده حكم مرفوض لانه اهلاوي، امين عمر اهلاوي وما اتحققش معاه ولا حد حقق ولا حد اتكلم. نفكركم بالكلام ده. هل متضايقين من اسناد المباراه للكابتن امين عمر؟ لا، هي حكايه ان احنا مش متضايقين، بس هو بس انا بيتهيألي هو في خناقه ما بين الكابتن احمد وجيه والكابتن امين عمر. كابتن وجيه احمد. وجيه احمد في خناقه ايه دي؟ بيتهيألي ان هو بيكره امين عمر لان هو عارف ان امين عمر اهلاوي وبيحطه في مواجهه. وانا بكره قلقان بصراحه من الاخطاء البشريه اللي بتصير في اتجاه واحد ضد الزمالك. وكنت بقول للكابتن وجيه احمد اللي احنا بنحترمه، بس يعني لما كنت تنقي يعني ارحم الراجل، يعني ارحم امين عمر من الضغط اللي عليه، والنادي الاهلي بيحط ضغط وهو الراجل اهلاوي ومعروف انه اهلاوي. طيب والله العظيم يعني الناس اللي عماله يعني كابتن سيد ما يسال سؤال دون ان يتهم الحكم بيتحاسب وبيتغرم، ولما ما يقولش حاجة يفسر كلامه ويتحاسب ويتغرم، ولما يبص ويتكلم وكابتن حسام البدري يطرد ويتحاسب. طيب ده الراجل في اللجنة التنفيذية
وكل يوم يطلع يقول هذا الكلام. ده ليلة الماتش بيقول هذا الكلام، بيقول ان ده راجل اهلاوي، يعني بيتهمه في انحيازه، وده انت راجل مسؤول. حد اتحرك في اتحاد الكورة انه حاسبه؟ حد اتحرك في اي جهة من الجهات اللي هي في وزارة الشباب والرياضة اللي عينته ان تحاسبه؟ طبعا. تقول له ازاي تقول الكلام ده وانت بتحرض؟ هل هو فعلا قدم ما يثبت انه اهلاوي الهوى، اللي هو كلام معكوس؟ يعني كل الاحصائيات اللي هتقولها قول لنا. احنا بنتكلم بالمنطق يا جماعه. امين عمر، الكابتن امين عمر وحكم دولي كبير، ربنا يوفقه ان شاء الله، عنده مسيره كبيره ويروح كاس عالم ويروح ان شاء الله حاجات كبيره، هو وكل حكام مصر المتميزين. لكن علاقته بلقاءات الاهلي والزمالك ايه عشان يتهم ان هو اهلاوي ليله المباراه؟ كابتن امين عمر حكم للزمالك 20 مباراة. عارفين حكم للاهلي كام؟ 13 مباراة. طب في العشرين مباراة الزمالك فاز في 17 وتعادل 3، لم يهزم، ولم يهزم الزمالك مباراة واحدة في إدارة أمين عمر ليها، مباراة واحدة ما خسرهاش. ده مش بس كده، عمره ما طرد حد من الزمالك، لكن طرد 2 من المنافسين ضد الزمالك. عمره مد لاعب من الزمالك انذار. انتوا متخيلين 20 مباراة امين عمر اللي بيقول لك اهلاوي عمره ما طلع كارت اللاعب من الزمالك في العشرين مباراة، لكن عملها ضد منافسين الزمالك كم مرة؟ 29 مرة. شايفين الرقم؟ 29 انذار، 29 في 20 مباراة، في 20 مباراة ضد ولا انذار للاعب في الزمالك. ده الحكم الاهلاوي حسب كام ضربه جزاء للزمالك؟ لا، وطرد مرتين طرد، وادى 2 طرد، وادى 6 ضربات جزاء، حسب للزمالك 6 ضربات جزاء، بس عمره ما حسب بنالتي على الزمالك في 20 مباراه. يعني لا بيطرد له لعيب ولا بيدي له انذار ولا بيحسب له ولا بيحسب عليه ضربه جزاء، وحسب له 6 ضربات واتنين طرد و29 انذار واهلاوي. بصوا، علشان انا بقول لكم والله بتعريف عقل شويه، بتعريف عقل شويه، ده رقم 29 مباراه، مش وجهه نظر يعني، 20 مباراه يحصل فيهم كل ده. طب في ال 13 مباراه للنادي الاهلي، اذا كان الاهلي في ال 13 مباراه فاز 9 اتعادل 2 واتغلب 2، يعني هو حكم للاهلي اقل؟ الاهلي خسر مرتين، الزمالك ما خسرش خالص في ال 20 مباراه، انما في ال 13 مباراه امين عمر مع الاهلي خسر ماتشين، اتعادل الاهلي مباراتين، يعني 4 مباريات من خش لي بقى على الطرد والانذارات والنبي. انتوا عارفين انه طرد من الاهلي مرتين، اللي عمره ما ادى كارت للاعب في الزمالك، لكن طرد من الاهلي 2، وطرد من المنافسين الاهلي مره واحده. عمره بالنسبة للمنافسين عمره مد انذار لمنافس من الاهلي، مداش انذار لمنافس ضد الاهلي، حسب ضربتين جزاء للاهلي وحسب ضربة جزاء ضد الاهلي، يعني في 20 مباراة ما حسبش ولا بنالتي ضد الزمالك، لكن في 13 مباراة حسب ضربة ضد الاهلي وضربتين للاهلي وست ضربات للزمالك ولا ضربة عليه. انتوا شايفين الارقام لحكم يتهم ان هو اهلاوي؟ ماليش دعوة ان هو ايه، بس انا بكلمكم على ارقام مجردة، يا ريت تشوفوها تاني على الشاشة، جدول لامين عمر مع الاهلي ومع يا الزمالك. يا جماهير الكرة المصرية بكافة انتماءاتها، خدوا الجدول ده وناقشوه وحللوه واعرفوا هو اهلاوي ولا يحكي. ولا هو كلام وبعدين تتهمه عشان تعمل ضغط عليه. وبعدين كده اللي قال انه اهلاوي وازاي يعمل كده والاتحاد يعمل كده وشكك فيه وشكك في مصداقيته، ده مسؤول جوه نادي الزمالك لم يحاسب وسيد يحاسب. طيب عمل ايه امين عمر في ماتش الاهلي والزمالك؟ كلنا حيناه لنجاح تجربه الحكم المصري في لقاءات القمه، ماشي، بس ده في ضربه جزاء صريحه وصارخه لرامي ربيعه اهي وهو متداس على رجله. شايفين ضغطة
وبنون ممسوك من ايده. اه ده لقطه واحده فيها. بصوا الصوره اهي، ضربه جزاء لرامي ربيعه لا استوقفت حد ولا حد اتكلم فيها. ده التحكيم. الاهلي صرخ واشتكى واحتج واتكلم على ضغط المباريات لانه كان بصدد جدول لازال غير ادمي بالمره، بتصفروا المحله وتصفروا اسكندريه عشان يجي يلعب ماتش القمه ويلعب كل اقل من 3 ايام مباراه وهو كانه بيعاقب على مشاركته الافريقيه، ولا حد اتكلم ولا حد قال يا جماعه ده وضع غير ادمي. لكن بمجرد ما علاء محمود علاء اتعور ومش عارف مين اتعور في نادي الزمالك، الاقي الاستاذ فتحي سند اللاعبون يفرفرون ويبدا الكلام دلوقتي. قال ايه؟ حس وشعر بمشكله ضغط المباريات اللي النادي الاهلي بقاله شهرين محدش عايز يسمع له، وكان بيهاجم على احتجاجه على ضغط المباريات. دلوقتي افتكروا انه ضغط المباريات بقى خطر جدا. الاهلي تم ضغط مبارياته اعتبارا من 14 ابريل، لانه دلوقتي بيقول لك ايه؟ الزمالك اتضغطت له المباريات عشان الاهلي يكسب. لمصلحه مين اللي حاصل ده؟ ونسيوا ان الاهلي من 14 ابريل ل 10 مايو يعني 16 يوم بالظبط، 8 مباريات بواقع مباراه كل اقل من 3 ايام. محدش يتكلم والاهلي بيلعب 8 مباريات كل 3 ايام. كانت النتيجه خسر عدد من النقاط اعتقد كلكم متابعينها وعارفينها. طب والزمالك دلوقتي بيشتكي علشان ضغط المباريات، هل شكوته منطقيه وحقيقيه ولا لا؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. واضح ان القضيه كلها قضيه صوتيه. الحق اتهم الاهلي ولبسه حاجه وخلي الاعلام يمشي فيها والناس تنشغل وما يبصش عليك انت ولا حد يبص عليك والناس تكتب والناس تعمل حلقات والناس تناقش في البرامج، واصل الموضوع ما فيش. تعدم سيد عبد الحفيظ وتطلع عينه والراجل ما قالش اللي انت بتنسبه في المقابل تفوت لرئيس اللجنه التنفيذيه، عضو اللجنه التنفيذيه لمصيبه بيقولها اتهام مباشر، بس تروح لسيد زي ما تتهم جمهور الاهلي قال تنمر وتسيب شيكابالا اللي عمله. هي كده اتهامات تخيليه، عارفين الاعلانات التخيليه اللي في الملاعب؟ هي كده اتهامات تخيليه تتبنى عليها مواقف. برضو من ضمن الاتهامات التخيليه مجله نادي الزمالك تطلع بغلاف، انتوا فاكرين في نهايه كره اليد، فاكرين نهايه كره اليد الكابتن محمود الخطيب وهو بيسلم احمد الاحمر درع الدوري وبيتصور مع لعيبه الزمالك، وشفنا الروح الرياضيه الجميله اللي كانت موجوده وكل الناس اشادت بيها. فجأة حصل ان غلاف مجلة الزمالك يحمل ورا بعضه مرة إساءة كبيرة للكابتن محمود الخطيب رغم اللافتة الرياضية اللي عملها، ومرة كمان بحق الكابتن سيد عبد الحفيظ. في المرتين ادوا شايفين مثلا متواطؤ لجنة يعني الكوماندوز اسقطوا يد بيبو. انتوا متخيلين يعني الخطيب يمد ايده يسلم احمد الاحمر درع الدوري ويتصور مع لعيبه الزمالك ويبارك لهم؟ انت ليه عايز تنط على نكشف بالتفاصيل تواطؤ لجنه مجاهد؟ ما حدش توقف مباشر بالتواطؤ، ولا حد اشتكى ولا حد حاسب ولا حد. ده كلام يطلع نفس العنوان وهو لاف تاني ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ. اتفضلوا يا حفيظ، تلاعب واتهامات وبعدين ايه؟ من بطش الحمر. بصوا اللفظ، يا حفيظ تلاعب واتهامات. ده كلام لمدير الكره في النادي الاهلي على غلاف مجله الزمالك. الاستاذ سيد علي الاعلامي وهو راجل صحفي كبير طبعا ساءوا جدا اللي حصل ده، فكان على الهاتف معاه شخص محترم جدا بقيمه الدكتور حسين السمري
عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك وهو راجل قيم. انا على فكرة الراجل ده محترم جدا محترم. عشان كده استغربت من رده اللي هنسمعه وهنعقب عليه. ايه رأيك في غلاف مجلة الزمالك الاخير والهجوم اللي كان بشكل غريب جدا على الاهلي؟ نفس الموقف في مجلة الاهلي. وليه برضو النظر لمجلة الزمالك فقط؟ نعم. انا وجهة نظري حد يتنمر علي طبعا شيء محزن، ولكن المحترف سيد. يا فندم ما يعملش كده. استاذ سيد حضرتك بتقول الكلام ده في استديو مرتاح والامور دي، خد بال حضرتك ده لاعب تحت ضغط جامد جدا بمنافس وحكم ونتيجه والى اخره. الموقف مختلف تماما من لاعب يا فندم. اللاعب المحترف بيتمرن، الكوتش بتاعه بيمرنه ازاي يلعب ويتعامل تحت ضغط. انا ما انت بتعمل كده انت كمان، ما هو دكتور حسين الشمري يقول لك ما تشوف مجله الاهلي، بقول لك بلغ عليه. طيب خلي بالك فكره ان لازم اقول الزمالك يبقى لازم اقول الاهلي والعكس، ما احنا ناقشناها قبل كده كتير. لكن هي مجله الاهلي يا دكتور حسين، وهو راجل يعني تربوي قيمه، انت شفت مجله الاهلي كتبت حاجه ضد الزمالك في اللي انت بتقوله ده؟ طب خد اخر اربع خمس اعداد، ادي غلاف مجلة الأهلي: عهد ووعد وإنجازات، مجلس الإدارة يشكر الرئيس السيسي ودعم القوات المسلحة لمشروعات ورسالة النادي. ثم ده في مشروع استاد النادي. هات لي كلمة يا دكتور حسين على نادي الزمالك الشقيق المحترم. بعديها العيدية يا أهلي. الأهلي كله كلام عن الأهلي وموسيماني والاستعداد لمباراة صن داونز، ولا فيه لفظ تلقيح او تصريح او لا قدر الله تجريح او اساءة لنادي الزمالك او لاي نادي اخر. ثم اعتراض على اتحاد الكرة والجدول المضغوط اللي الزمالك بيتكلم عليه وعلى مستوى التحكيم. بلاش كلام فارغ، الاهلي يطلب رسميا حكاما اجانب لكل مبارياته. اين مباراة اسوان والمقصة؟ وكيف لا تحترمون جدولكم لاتحاد الكرة؟ ثم الحديث عن استاد الاهلي والحلم الكبير اللي بيولد. هنا مفيش لفظ واحد ضد نادي الزمالك، لا تصريح ولا تجريح ولا تلميح. لكن الحقيقة كابتن عماد النحاس تعرض لتنمر وإساءة واضحة وهو خارج في رمضان. كل اللي قاله رمضان كريم، الإعلام ما اتضايقش وما ساندش عماد النحاس وما انتقدش زي اللي حصل مع لا هم اشادوا تصرف عماد واللي احنا بنطالب بيه. لما انت يجي لك اساءه ترفع، فكان الجمهور ابتدى يخجل من تصرفه، تمام، واخد بالك؟ وده اللي احنا بنقوله. لكن هو انت اشدت، بس هل استنكرت ان الاساءه ليه؟ لا اطلاق. زي اللي حصل مع الدكتور الكابتن حلمي طولان لما اسيء ليه من قبل جمهور نادي الزمالك، عارفين اللي دافع عنه مين؟ الدكتور حسين السمري، اللي لمنا احنا على ما لم نفعل. كتب الراجل مشكورا: عندما نتحدث عن التجاوزات والغلط في حق شخص ما لابد ان نطبق هذا المبدا على الجميع، انا موافقه دون اي تمييز او تفرقه مهما حدث. فاهانه حلمي طولان من الجماهير امر مشين جدا ولا يصح اطلاقا معه او مع غيره. لابد ان نضع حدود وردع لهذه الظاهره اللا اخلاقيه، خاصه وليس هناك حضور جماهير، وبالتالي فالحضور معروفين بالواحد ويجب توجيههم من خلال انديتهم، وهذا سهل جدا. ده كلام الدكتور حسين السمري اللي انتوا لسه سامعين كلامه. سيبك من التنمر وسيبك من تلبيس الموضوعات ومحاسبتك على ما لا تفعل. التحكيم والناس دلوقتي بتتكلم بشكل مباشر لو في عدل. الكلمة اللي دايما وابدا اسمعها من بعض الناس: لو في عدل. لو في عدل. هوريكم جدول دلوقتي اخر خمس سنين في المباريات مين اكثر حصولا على ضربات الجزاء. بقول لكم ليست واحدة ولا اثنين، خمسة. خمسة في عين العدو. خمسة وخميسة يا باشمهندس حصاد ضربات الجزاء طوال هذه السنوات الخمس. مين الأول ومين الأعلى حصولا على ضربات الجزاء؟ بالرسم البيان هو قدامكم. الزمالك الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في الدوري المصري آخر خمس سنوات. الزمالك 54 ضربة، المقصة 47،
المصري 44، بيراميدز 41، طلائع الجيش 39، والاهلي اللي الحكام بيجاملوه واللي بياخد بطولاته بالحكام واللي الناس كلها بتسنده 38 ضربه جزاء، بينما الزمالك 54 ضربه جزاء، 54 مقابل 38. يعملوا ايه في نتائج الماتشات دي؟ اه دول فقط مع بعض كده في السنوات الخمس الاخيره. طيب جدول تاني على موسم السنه دي، ما دام احنا اولاد النهارده وما دام التحكيم بيجامل الاهلي، ايه حساب ضربات الجزاء لغايه دلوقتي؟ الاهلي طبعا كلكم عارفين ما لعبش مباريات قد الزمالك، الاهلي لعب 19 مباراه والزمالك وبقيه الانديه لعبت 22 مباراه. انتم متخيلين ان الاهلي تقريبا في الجدول اخر ثلاث فرق حصولا على ضربات الجزاء. الاهلي يتحسب له ثلاث ضربات جزاء فقط السنه دي في ال 19 مباراه، ويتحسب عليه ضربتين يعني 3-2، يعني مالكش عندي حاجه كتيره. 3-2 الاهلي له ثلاث ضربات جزاء وعليه ضربتين. الاهلي اللي بيتجامل، الاهلي اللي بياخد بطولات بالحكام، الاهلي اللي هو عشان بياخد عشان ما فيش عدل، عايز العدل ايه اكتر من ان الزمالك. أنا اناشد الجماهير بكافه انتماءاتها تاخد الجداول دي وتحللها وتخرج بالقناعات اللي هي عايزاها. يعني الاهلي تحسب له ثلاث ضربات جزاء وبيتجامل، بينما الزمالك تحسب له تسع ضربات جزاء، ثلاث اضعافك والاهلي بيتجامل. الزمالك تحسب عليه ثلاث ضربات جزاء والاهلي تحسب عليه ضربتين، بس الاهلي لعب اقل. ده جدول يا جماعه يبين لكم بالظبط حجم ضربات الجزاء السنه دي كانت عامله ازاي. لكن اللي وصل الامور لهذا الحد هنعرض مع حضراتكم سريعا التحكيم السنه دي عمل ايه مع النادي الاهلي، عشان الاهلي لما وصلت بيه المساله انه يقول عايز حكام اجانب لمبارياتي كان بسبب الحقائق اللي انتوا هتشوفوها، مش من فراغ. التحكيم السنه دي بيضيع على النادي الاهلي 9 نقاط مباشره، في 9 نقط باجماع الخبراء والفقهاء، 9 نقاط يا باشمهندس ضاعوا على الاهلي. انت كان ناقص بسبب الحكام، ناقص الجداول الموضوعيه دي حاجتين. اه انت حسبت اللي اتحسب عليك واللي اتحسب ليك لكل الانديه. اه كان ينبغي ان يكون في جدول ثالث اللي المفروض كان يتحسب لك ليك وعليك، هو ده اللي بيبين الصفاره ماشيه ازاي. طيب هوريها لك صوت وصوره. وريها لي. البدايه الاهلي نقطتين يضيعوا قدام دجله، الحكم احمد الغندور، المباراه انتهت 0-0. ليه انتهت 0-0؟ لانه ضربه جزاء لبيكهام صريحه لم تحتسب. وهنا احنا هنشتغل مع بعض على راي المشايخ بالدليل النقلي والعقلي، مش هنقول راينا، لكن أيوة. نقلا عن، من فضلك عايزين ادله. ايوه نقلا عن خبراء التحكيم، كابتن احمد الغندور ادار هذه المباراه، الاهلي تعادل، ضاعوا نقطتين، ضربه جزاء لم تحتسب. هنشوف الفيديو بتاعها. ويعني عايز اقف حاجه هنا، الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمسك ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء كانت لابد، الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ الخطا موجود وضربه جزاء لم تحتسب، ادي نقطتين. طيب لاعب الاهلي مع البنك محتملتين يعني. آه. الضربه يا تيجي يا ما تجيش، ضربه جزاء لم تحتسب. اه الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي، الحكم محمد سلامه، انتهت 0-0، هدف صحيح وصريح لايمن اشرف اتلغى، والراي او المسؤوليه على الخبير. الهدف رايك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره، لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه؟ اهي لا هنا هيبقى في خطا، انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير وفي راسه خلاص. ما هو دي قتلت بحثا،
واتحسبت بعد كده جوه مصر وبره مصر اهداف. والراي صحيح. ادي نقطتين. الاهلي بيلعب مع بيراميدز، الحكم جهاد جريشه، ضربه جزاء لمحمد شريف والغاء هدف صحيح لبواليا والعهده على الراوي. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركله جزاء واضحه. نشوف الهدف اللي احرزه النادي الاهلي، وكان في طلع مع حارس مرمى نادي بيراميدز والكره وقعت، وبعد كده طبعا جهاد شاف الكره بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول. ايه رايك مبدئيا عشان عندي سؤالين، ايه رايك في الهدف ده، سليم ولا لا؟ انا شايفه هدف صحيح. هدف سليم. وانت شايفه معايا ايه؟ لا انا شايفه هدف سليم. طيب وادي نقطتين. الاهلي بيلعب مع غزل المحله، الحكم بيتغاضى، اولا بيحسب هدف غير صحيح للمحله ويتغاضى عن طرد للاعب المحله بعد عرقله محمد شريف باجماع الاراء زي ما هنشوفها. نشوف بعد كده هدف المحله. نعم. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهه فاول فيه. ادي اللعبه اتنين رافعين رجلهم بيلعبوا الكوره مع بعض، الفاول مش موجود. نعم، رامي ربيعه خد الكوره، خد الكوره يعني الاثنين مع بعض عندهم فرصه. نعم. في لعب الكوره هنا بقى دي لعبه محمد هاني. نشوف بقى اللاعب هنا، بص اللاعب، بص بص الرجل بقت فين. اللي انا اقدر اقول عليها في دوسه على الرجل الشمال. لا لا. نعم. لا القدم سيخ من الدوسه. القدم هنا كمان القدم لما الربة. نرجع كده. نعم. يا كابتن احمد معلش. نعم. نعم. القدم هنا لقدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو. نعم. خلاص حط قدمه. نعم. امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه. نعم. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني خلاص. نعم. محمد هاني لازم يسقط. أيوه. بالشكل ده. فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. نشوف بقى الحاله اللي بعد كده. ضربه جزاء لم تحتسب. طبعا ركله جزاء. نعم. لم تحتسب. نيجي بعد كده الحاله بتاعت فتح الله لاعب المحله، دي لحظه حدوث المخالفه. نعم. عشان ادي اعتبارات الفرصه المحققه، السيطره، المواجهه، المسافه للمرمى. نعم. الحاجات دي كلها موجوده متوفر. عدد المدافعين. نعم. وخلاص مفيش حد قدامه. نعم. اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف. نعم. اي مخالفه تمنع فرصه محققه احراز هدف خارج. نعم. منطقه الجزاء كارت احمر. نعم. شوف احنا الماتش ده كلنا استاذ ابراهيم كنا مستائين من اداء الاهلي. فلم نتوقف كثيرا امام الكارثه التحكيميه اللي حصلت. ايوه. لانك انت ليك ضربه جزاء مؤكده. ايوه. ليك طرد للاعيب اهم واحد تقريبا في فريق غزل المحله المدافع اللي وهدف احتسب نتيجه. وبعدين ضربه جزاء، ضربه خطا وهمي، يعني ازاي الحكم اللي صفر على دي فاول؟ مفيش اي تلامس. فيها ده رامي لعب الكوره اصفرت عن هدف. هي. اللي حسب دي ما يحسبش بعديها ضربه جزاء مؤكده بالمنظر ده ولا طرد بالمنظر ده. وده لا رايي ولا رايك ولا راي الشناوي يا بس. اخي دي ايه راي كمان الكابتن سمير عثمان. بص على رجل المدافع، اما نيجي نبص على رجل المدافع نادي المحله هتلاقيها دايسه على قدم مهاجم النادي الاهلي محمد هاني. تمام. وبعد كده في الالتحام اللي جاي بالفخذه من فوق. التحام طبيعي بس، لكن في خطا اللي هي ضعف قدم لعيب نادي المحله للعيب نادي الاهلي زي اللقطه اللي في الفيديو احنا شايفينها دلوقتي. عارف الخبطه دي اللي دعت الرجل دي هي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده مكمل فيه. يعني ضربه، يعني ضربه جزاء؟ ضربه جزاء كان لازم حكم الفيديو نادي معروف يشوفها، كان لازم ده حق اصيل لحكم المباراه ان حكم الفيديو يستدعيه الكره زي دي. امال احنا عاملين فيديو ليه؟ تعال شوفها. نقول طيب. معروف تعال شوف الكره دي. طيب دي الكره الاولانيه ضربه جزاء، الثانيه تستحق طرد؟ الثانيه بقى لما نتفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض يا كابتن. الفرصه المحققه، عناصر الفرصه المحققه كلهم موجودين، العناصر كلها موجودين. هنا محمد معروف احتسب القرار التمرير خطا، بس هنا برضه ارجع تاني حكم الفيديو كان لازم يناديه عشان يقول له لا تعالى بص عليها العناصر الموجوده بتاعت الفرصه المحققه، يبقى لازم كارت احمر مش كارت اصفر. يعني مباراه بيجي هدف فيك من فاول وهمي تخسر بسببه، طرد، اولا ضربه جزاء كانت فرصه محققه لتحقيق التعادل لم تحتسب لصالحك، طرد مؤثر على المباراه من الناحيه الفنيه لم تحصل عليه، فانت بتخسر ثلاثه بونت يا سيدي، اتنين بونت لو انتهى الماتش بالتعادل. هذا كلام ممكن يخسر وتجيلك ضربه. اولا الجون ليه بقول التعادل؟
لان مش مفروض الهدف ده كان يجي، لان خطا وهمي، خطا وهمي. فانت كنت هتكسب، يا افرض كل البنالتي جه وضيعته والطرد جه وما استفدتش منه، فيا بنطين يا ثلاثه في مباراه انت يعني هو قال لك كان المفروض معروف يحسبها. معروف عارف مشكله معروف ايه؟ محمد معروف، سيبكم برضو من الانتماءات لان انا مش ميال للتصنيف ده، بس كمان مشكلته في عدم توحيد معاييره. نفس الحكم ده محمد معروف اللي ما حسبش ضربه الجزاء بتاعت الاهلي ولا راح للفار ولا عبر حد، الماتش اللي بعديه بيحكم ماتش للمقاولين في نفس الخطا بنفس الشكل، يعني هنا ما اداش محمد شريف ديت، يوم في مباراه للمقاولين بعديها نفس الحكم يصفر عليها بعد ما رجع للفار. طب انت ليه ما كنتش، هو الفار مش ملوش علاقه بالاهلي؟ هو الفار ده اهو ادي الخطا اللي حسبه للمقاولين، نفس الميله بنفس الزقه بنفس الدفعه وتقريبا في نفس المكان مع اختلاف، ده حتى ما فيش رجل، يعني هنا كان ايده رجل هنا ما فيش رجل. هي دي بقى اللي احنا بنتكلم على توحيد المعايير، دي تتحسب ودي ما تتحسبش. لا هي في رجل اهي. وبعدين يتقال لك اصله عشان الاهلي، واصله لو في عداله، في عداله؟ انت بتتكلم بجد؟ في عداله؟ العدل مش انا قلت لك هو ده العدل؟ مش انا بقول لك، قلت لك لو في عداله كان الاهلي مرتاح جدا دلوقتي في الجدول؟ اه طبعا. لو في عداله، عارف انت ضايع عليك 9 نقاط، المنافس المباشر المحترم الشقيق الكبير الزمالك استفاد باخطاء التحكيم 6 نقاط وتأهل في كاس مصر، يعني استمر في بطوله و6 نقاط استفاد بيهم بسبب اخطاء الحكام بشكل واضح ومثبت ايضا. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، الحكم محمد عادل، النتيجه 1-1، الحكم عمل ايه؟ هدف صحيح لبيراميدز الغاه الحكم، ونشوف الفيديو. بالنسبه لي الكره دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهه نظري انا. طبقا بتاع، خلي بالك لعيب نادي الزمالك لما ادينا خط كده هتلاقي ده يعتبر موازي داخل الستة ياردة، انما في الكوره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان في موقف سليم. يعني وهنا انا بناقش المقوله بتاعت الاستاذ احمد مجاهد لما كان بيقول لك انا هجيب حكام مصريين لان في فار. ما هو الفار احنا ما بنشوفوش بيتدخل في كل الاحوال، وما بنشوفوش قراراته موحده. دي تتحسب كده. الفار ما بيحبش الاهلي خالص، بيخلي الفار يلعب في عبي. طيب الزمالك بيلعب مع انبي، مش في عبي، الزمالك بيلعب مع انبي والحكم محمد الصباحي. الزمالك فاز 2-1، لكن ضربه جزاء لم تحتسب لانبي باتفاق الاراء. طبعا هنا في خطا، يبقى هنا في خطا على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه عاوزين نعرف هي بره ولا جوه. بس هنا الحدث حدث، الخطا الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها، ركله جزاء غير محتسبه لصالح فريق انبي، ودي كانت في الشوط الاولاني والحكم واقف وزاويه الرؤيه. يا اخوانا احنا لما بنتكلم بنقول انت نفس الحكم اللي ما حسبتش دي حسبت دي، انت نفس الحكم اللي كل الناس بتقول لك ما طردتش، انت نفس الحكم اللي اختلال المعايير هو. وبعدين مين اللي عمال يستفيد دلوقتي؟ الاهلي اللي بيتجامل ولا يعني الاحصائيات بتقول ايه؟ انت عارف يعني 9 نقاط ضد الاهلي يضيعهم الاهلي و6 نقاط يستفيد منهم الزمالك، معناها ان الاهلي يتضرر بشكل مباشر ب 15 نقطه لانه ده المنافس المباشر بتاعه. 15 نقطه. ما انا بقول لك كان خلصت. ضيعت عليا 9 واديت المنافس 6، كانت الليله خلصت. بس ما فيش عدل. كله في اتجاه الاهلي. بقول لك احنا مش عايزين الا العدل. يا ريت، على فكره اخطر دعوه. طيب يا رب العدل يتحقق. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، حكم جهاد جريشة، النتيجة خلصت 1-1. طارق حامد حصانة ضد الطرد، الحكم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك، وطبعا كالعادة يعني دائما التغاضي عن طارق حامد وطرده. يبقى في الماتش ده في ضربة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك وتغاضى عن طرد، وضربة جزاء صحيحة لم تحتسب
وتغاضي عن طرد. ونشوف الفيديو. نشوف لعيب نادي الزمالك عمل ايه مع عبد الله السعيد، وهو بيروح عبد الله السعيد بيروح بيستلم الكوره، هنلاقي كوع عبد الله السعيد في رقبه عبد الله السعيد طارق في عبد في طارق حامد. طبعا دي الكوره بالشكل ده بالشكل ده على اقل حاجه بقى فيه تهور وبانذار. نيجي للحاله اللي بعد كده، حاله مهمه جدا في المباراه، احتساب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك. طب هنشوف في ركله جزاء ولا، ونسال بعض الاسئله. الكره جت في ايد لعيب نادي بيراميدز مظبوط، حلو. اما نيجي نشوف دي افضل زاويه الكره جايه، اوكي هنوقف الكره، بس نوقف هنا. الكره كابتن ايمن جت في ايده صح، جت في ايده واضحه. طب لو شلنا الايد دي الكره هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. تمام يعني مش ضربه جزاء دي من وجهه نظري انا، طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم. الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبره الجسم، الايد داخل الجسم. ضربة جزاء غير صحيحة، ده كابتن سمير عثمان. طب ما يمكن رأي فردي، ما نشوف رأي كابتن الشناوي عن نفس الواقعة. الإيد بتاعت لاعب نادي بيراميدز، هل الإيد شكلها بالوضع ده مكبرة جسمه ولا في الجسم الطبيعي؟ مش مكبرة. إذا النهاردة بدليل إن الإيد دي لو اتشالت الكرة هتخبط فين؟ في جسمه. يبقى إذا النهاردة الإيد أصبحت يعني أتاتشت ملاصقة، واصبحت جزء من الجسم وليس مكبره للجسم. طيب يعني 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 الكره ديت المفروض ان هي مش ضربه جزاء؟ مش ركله جزاء. مش ضربه جزاء اصلا. لعبه طارق حامد. يعني اللعبه لابد اولا التهور موجود والقوه النهارده الشكل بتاع ايد طارق حامد هو ولا ايد؟ شكله ايه دلوقتي قدامنا؟ قول. انا ايده بيدخل بالشكل ده بقى كوع بقى خلاص. يعني شيء. طب شوف ايده وبص متصدرها ازاي للاعب بالشكل ده. ايوه ده لازم هنا، وهو كان معاه بطاقه صفراء اولى. اقل شيء ان يكون في انذار، اقل شيء اقل شيء. لكن يعني مش عايز اقول لك، والطرد يعني الكارت الاحمر يبقى كمان موجود. طيب هيطرد طارق حامد ازاي؟ طب انت بتتكلم ازاي يا كابتن الشناوي؟ طب ده راي كابتن الشناوي وراي كابتن سمير عثمان، ايه رايكم عن هذه الواقعة نفسها في قناة الزمالك والكابتن ياسر عبد الرؤوف، عشان نكون مش متجنين على حد، والرأي شاهد شاهد من أهلها. أهي أنا بتحرك عادي، هو كابتن كده أهي. أيوة الكرة أهي، شاف شفتها أهي، أنا أهي يا كابتن. أيوة أهو. أيوة شفتها. أيوة يا خالد ممكن أسحب إيدي يا خالد. ما بص أهي يا كابتن أهي. بص بقى عايز تسحب بقى إيديك، إحنا بنتكلم هنا أهو. أهي يا كابتن أنا شايفها قدامي أهو. ما أنا عينيا على الكورة، ما أنا عارف إن أنا شايفها، انا عارف ان انا شايف يا كابتن. ده جايه مقصده في ايده يا خالد، مقصوده يعني. وجهه نظرك واحترامك. انت شايف انها مش مقصوده؟ لا خالص. ايوه هو ممكن، اولا انا شايفها، بس السرعه بتاعت الكوره ممكن ما تخليش اتصرف. ثانيا انا لو حركت ايدي ده هنا يبقى كبرت جسمي، ده هو عشان ما حركش ايده وفضلت في حيز جسمه. الناس بتقول مش ضربه جزاء. باختصار يعني، باختصار احنا عمالين وده اللي انا كان نفسي فيه، كان ده لازم يطلع في جدول لوحده بقى الاحصائيه دي. انت كويس ان جبت صوت وصوره، لكن لو طلع في احصائيه كنا هنكتشف اللي انت بتقوله، ان في تضرر للاهلي بتسع نقاط من اخطاء مباشره بتتحسب من نفس الحكام في حالات اخرى، ها، وفي نفس الوقت استفاده بست نقاط للنادي المنافس باجماع الخبراء، واستبعدنا قناة الأهلي. بالظبط، ما جبناش أي اللي رأي كانت بتأكد على كل الكلام ده. ما جبناش أي رأي لكابتن نصر عباس في قناة الأهلي. طيب الزمالك نقطتين بيلعب مع سموحة، ده الحال الوقت 6. ده انت لسه النقطتين الحكم محمد الحنفي، النتيجة 2-1 للزمالك، ضربة جزاء لم تحتسب على طارق حامد. انتوا بتتكلموا ازاي؟ نشوف. نرجع من الله في اللعبه دي مهمه جدا، نمشي يعني نمشي فريم فريم كده، بس نقف هنا. لا اقف قبل ما يقع اللاعب، نقف هنا. هنا في التحام ولا في هنا اللعيب؟ نمشي فريم واحد بس كده. ايه ده اللعيب بيقع كده؟ اللعيب كده وقع؟ اللعيب كده سقط؟ ما هو حضرتك انت جايبها من ستريت يعني من انا بوز. بس هو كده مفيش سقوط للاعب، بس هو كان احتلل واللعيب دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي، مش حاجه تانية. هو ده اللي خلى الفار يجيب، لان هو بعد ادي اهو ادي الدخله اهي.
هو النهارده ما سقطش ابدا الا لما الرجل جت على الرجل وداس عليه بالشكل ده. اذا النهارده المخالفه موجوده، ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير، لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. الكارثه في اللقطه دي ان الفار جابها. ففي اصرار على عدم الاحتساب. الاحتساب كان قد يؤدي لانذار، وده الماتش ده كان قبل الاهلي. بالظبط. طيب حتى في كاس مصر، كاس مصر الزمالك بيلعب مع حرس الحدود دور ال 32، الحكم عمرو رمضان، النتيجه 3-1، لكن عمرو رمضان عمل ايه؟ ضربتين جزاء للزمالك غير صحيحتين، وطرد غير مستحق لمدافع الحرس احمد القطاوي. ونشوف في الدقيقة 50 لحميد حداد على احمد سامي، ركله جزاء هي بقى دي اللي يقال عليها يا كابتن عمر، وكنت بتناقش انا وحضرتك قبل الهوا، انها فعلا ركله جزاء من وحي الخيال، ملهاش اي اساس من الصحه. طبعا هنا بقى نقف ركله جزاء ثانيه. طبعا ده انا لسه هقول، اعتقد تمام فاجئنا هو بركله جزاء ثانيه، ركله جزاء غير صحيحه تماما. الطرد البطاقه الحمراء وركله الجزاء الثانيه وركله الجزاء الاولى تمام، هم نقطه التحول تمام. دفعوا، هو في فار؟ ما فيش فار كده كنا يقولوا شبرخي. طيب خلاصه التحكيم، شفتوا الرسم البياني وشفتوا مين الاعلى، الزمالك 54 ضربه جزاء في الخمس سنين، والاهلي اللي بيتجامل 38، وشفتوا الحصاد بتاع السنه دي صوت وصوره، 9 ضربات جزاء، 9 ده الاحصاء البياني، 9 نقاط للزمالك للاهلي ضاعوا بسبب اخطاء التحكيم، و6 نقاط خدوا الزمالك او 8 ما حسبناش سموح، بالاضافه الى مباراه الكاس. عمال تتهم الاهلي اذا ضغط الجدول الاهلي السبب، اذا توقف امام عاشور الاهلي السبب، اذا الحكام غلطوا في حقك كل ده او ضد الاهلي بس يفضل الاهلي السبب. لكن بصراحه اغرب اتهام اتعمل ضد الاهلي ده عجيب جدا في اللي هتسمعوه. والكابتن اسماعيل رحنا لواحد في شبراخيل، انا بكلمك بصراحه انا هكدب يعني، قال لي انا شفته قدامي. ايه بقى ده؟ انا راجل بتاع علوم كيمياء يعني، انا عمل ايه بقى؟ ما عمل شويه حاجات كده، طلع لكم ايه؟ التعابين، فطلع من كل، لا التعابين لا لا لا، فطلع من كل حاجه ايمن حفني. الورقه بتاعته بتغرق في الميه، ما تتريقش عليا. يعني انا راجل بتعلم قشط، هو استنى حاجه بس زي كده، وعليه اسامي اللعيبه، وحط اسامي اللعيبه جوه في الميه زي المراك واحد. المهم فالورقه بتاعت الكابتن ايمن وقعت. وقعت بالسقف؟ لا وقعت في غرقت المركب، غرقت في الميه، المركب دي غرقت. وبعدين ايه؟ كلمت انا ايمن، يعني في حد في الميه شدها؟ لا لا لا، حد الميه، ايه الميه قدامنا اهي. ايوه الميه موجوده، وقت الورقه دخلت يعني زي ما يكون في حد شدها. مش الناس تتريق علينا. لا انا حاجاتي شفتها بعيني انا، مالي بقى صح غلط مش مشكلتي. ماشي. كلمت ايمن وانا قاعد، قال لي انا عندي اسهال وتعبان. بس كتب شويه حاجات رميناها في النيل واحنا جايين. وايمن نزل وجاب جون قدام الاهلي، الماتش بتاع 1-1 لو تفتكروا. ما هو دي بدون تعليق، في حاجات تعلق تقول ايه والنبي؟ ده طشت غسيل، احد كبار المسؤولين حضرها بواقعه. الاهلي عمل ليمن حفني، وراجل المهندس هاني زاده راح قال لك انا رحت انا واسماعيل يوسف، الراجل في شبراخيت باين ولا ايه، عمل مراكب لكل اللعيبه كل لاعب. هو انا عايز اسال سؤال، قبل الماتش ده كان ايمن حفني جاب كام جون في الاهلي جوه؟ قال لك واكتشفنا انه لما كلمنا ايمن حفني انه خلاص. على فكره الفيديو اللي قبل ما يعلق، يعني يمكن ده هاني زاده بيعلق على اللي قاله، لكن اللي قاله قال لك ولما فكينا عنه السحر والمركب بتاعته غرقت، الشيخ فكلنا السحر، ادانا حاجه نفك السحر، رميناها في النيل واحنا جايين، ايمن حفني لعب وجاب جون. ده الفيديو اللي قاله المهندس هاني زاده، ايمن حفني لعب وجاب جون. بس باشمهندس هاني بعد وقعت الطشت والمركب اللي غرق، ايمن لعب وجاب جون، ده مرتضى منصور قال حاجه ثانيه خالص عن نفس الواقعة نشوفها. فراح زميلنا مهندس هاني زاده ومهندس محي
في مدينه اسمها شبراكيت تبع محافظه البحيره. المهم ده بقى في راجل شيخ محترم، فراحوا لقوا مكتوب كده: المرض والكسل والخمول لأيمن حفني وزملائه. تمام؟ أيمن حفني إيه بقى؟ أيمن حفني بيسخن، فجأة لقى حرارة 41، قيء، إسهال، بوادر جلطة. في مدربين بيعملوا سحر في مصر، في لعيبة بتعمل سحر في مصر، في فرق بتعمل سحر في مصر، ده موجود، وأي حد يقول لك غير كده يبقى كذاب. الله، دايما حفني كان عنده جات له بوادر جلطه، ربنا هي يحفظه. هو بيسخن، وهو بيسخن مش بقى في البيت وكي واسهال وبوادر جلطه، ومكتوب له في العمل بتاعه بالكسل والخمول مش عارف العور انت وزمايلك. هاني زاده فك العمل وقال لك ايمن لعب، عشان رمينا العمل في النيل، لعب وجاب جون في الاهلي، ورئيس النادي قال لك لا ده كانت جات له جلطه عشان الاهلي عمل له عمل. انتوا متخيلين الاتهام راح لفين؟ انتوا شايفين عقليات يا استاذ ابراهيم؟ الكلام ده لو هو كلام ده بنتكلم في ايه؟ ما كانت خلصت ولا مدربين ولا غيره، كان بقى شبرخيط ضد شبرا النمله وكنا خلصنا. مش الاهلي اللي بيعمل كده، ولا يصح حد يعمل كده، لكن لو عايز تعرف مين اللي كان بيعمل كده اسمع شهاده ميدو. استدعاني رئيس النادي قبل مباراة سموحة ب 72 ساعة أنا وحازم، وقعدنا معاه مع مرتضى منصور في بيته، وطلب منا طلب أنا عمري ما شفته ولا سمعت عنه في كرة القدم. إيه الطلب ده؟ من فضلك كابتن ميدو ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الماتش الجاي، عشان ما أعمل لهم عمل وهيتفك الأسبوع اللي جاي. لا لا لا، دي واحدة. قول تاني زي ما بقول لك يا عم. لا قول تاني. ما تلعبش باسم مرسي وكهربا الاسبوع الماتش سموحه، عشان ما اعمل لهم عمل وهيتفك الاسبوع اللي جاي. فبصيت لحازم مش مصدق، انا رئيس نادي الزمالك بيقول لي ما لعبش لعيبه عشان خاطر اعمال؟ انا الكلام ده سمعت، يعني سمعت ان هو بي 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 بيتداول وبيحصل، وان الراجل بيفكر بهذا الشكل، وان هو مؤمن فعلا بان الشيوخ يا مرتضى، لو الشيوخ بتكسب في الكوره، وان انت راجل فاكر ان انت الناس كلها بتعمل سحر للفرقه وللناس كلها، فانت بتمنع السحر، بتمنع الاذى زي ما انت بتطلع تقول، ده مش موجود في الكوره. لكن انت من ادخلت على نادي الزمالك هذا الفكر. شوف، عشان الوقت يداهمنا، بقيت كلام ميدو عن السحر ان كان بيركب معاهم شيخ بياخد 7000 جنيه في الشهر، اظن في المباراه، في المباراه، عشان يفك لهم الاسعار او يعمل لهم اسعار. خلاص، هم في قناعه، ما هو واضح ان الاستاذ مرتضى كرر اكتر مره ومقتنع بالسحر. بس كلام الاستاذ هاني ساده اضاف لانه مقتنع بيتعمل له سحر وهو بيعمل سحر. ما علينا، القصه كلها انت متهم انك نادي الدوله، انت متهم ان التحكيم بيتحيز لك، انت متهم ان بتضغط جدول المنافس، بتاثر على الاتحادات وقرار الاتحادات، انت متهم بانك تعمل السحر، وتيجي الحلقه دي تثبت لك ان كل ده كلام معكوس. انت متهم بالتنمر وانت اللي بيتنمر بيك، انت ولاعيبتك، انت كل حاجه تتهم بيها يثبت من خلال الحلقه دي وحلقات اخرى وبرامج اخرى أن الكلام معكوس. هذا الكلام معكوس، يعني في عكوسات؟ لا، معكوس. مش أنت اللي بيحصل، مش أنت اللي بتعمل كده، مش أنت اللي بيحصل لك كده. أنت الجداول أهي، قلنا لكم كم ضربة جزاء، كم ضربة جزاء استفدت منها، كم ضربة جزاء لم تستفد منها، والمنافس بالعكس كم ضربة جزاء احتسبت لك واحتسبت عليك، وشفنا الرسومات البيانية بتوضح إيه. يا جماعة، يعني لأنه الأهلي، لأنه الأهلي، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.